السلام عليكم جميعا. معانا النهارده محاضرة جديدة بإذن الله بعنوان الأنتي بارت ميموريدج، هتكون مصنفة لجزئين. الجزء الأول هو البلاسنتا بريفيا، والجزء الثاني هو هيكون معانا البلاسنتا الأبربشن. وعندنا برضو كده جزئين خفاف كده، برضو يعتبر جزء ثالث ورابع يعني على جنب كده، بس قليلين جدا في الحجم، هما الفازا بريفيا والديسيمينيتي انتراباسكولار كارديولوجرافي. فاحنا كده يعني اجمالا عندنا اربع اجزاء، بس هم يعني يعتبر جزئين، هم دول الدرس كله، والباقي يعني ما يجيش اربع ورقات مع بعضهم يعني. فنبدأ على طول بإذن الله. معانا أول حاجة خالص الأنتي بارتر هيموريدج، مقدمة كده عن الأنتي بارتر هيموريدج. إمتى نسمي إن الهيموريدج ده يعتبر أنتي بارتم أو بيحصل أثناء الحمل؟ هل في أي وقت وخلاص؟ لا، لازم يكون بيحصل بعد الأسبوع ال 28 من الحمل. لو حصل قبل كده مش هيتصنف على أنتي بارتم هيموريدج بالأساس يعني. بس الكلام ده لازم يحصل في فترة معينة، يكون من بعد الأسبوع ال 28 من الحمل، تمام؟ ولحد إيه؟ قبل الولاده، قبل البيرث اوف ذا بيبي يعني. هو لان احنا عندنا في حاجه اسمها بوست بارتم هيموريدج، دي حاجه تانيه خالص، دي بتبدا بقى من بعد الولاده، فاحنا اخرنا لحد قبل الولاده نفسها. فهي شامله معانا ايه؟ الفيرست والسكند ستيج اوف ليبر. احنا عندنا اربعه ستيجز، عندنا ستيج 1 دي بيحصل فيها يوتراين كونتراكشنز وريتراكشنز، ستيج 2 بيحصل فيها البيرث بتاع التشايلد نفسه، وستيج 3 بيحصل فيها الاكسبانشن بتاعت البلاسنتا، وفور دي تبقى متابعه لمده ساعه بعد كده علشان نشوف لو الحاله حصل لها اي كومبليكيشن او حاجه يعني. فالفيرست والسكند ستيج اللي هو الاولانيه اللي هي زي ما قلنا فيها الكونتراكشنز والريتراكشنز، والسكند ستيج اللي هي فيها الولاده بتاعت الطفل نفسها. فدول كده ايه؟ شاملين معانا الانتي بارتم هيموريدج. طب اشمعنى 28 اسبوع بالتحديد؟ ده لان ده الميديكال ليجال ايج اوف فيابيلتي عندنا في مصر، ده الحد الادنى بتاعه. كان عندنا في اثنين تانيين في المنهج 20 اسبوع في امريكا و24 في اوروبا، بس في مصر هي 28 اسبوع. طيب ايه هي اسباب بقى الانتي بارتم هيموريدج اللي ممكن تعمل لنا حاجه زي كده؟ في عندنا اسباب ترو واسباب فولس. الترو هي حاجات اللي ليها علاقه بايه؟ بالبلاسنتا نفسها وباليوترس وكده. انما عندنا الناحيه الثانيه في الفولس دي السبب حاجات اكسترا بلاسنتال كوزز، يعني حاجات مالهاش دعوه خالص بالبلاسنتا. وفي عندنا الخانه الثالثه ان احنا مش عارفين السبب اساسا يعني، فحطينا كده معاهم 20 25% من الحالات unexplained وindeterminate causes، مش عارفين ايه السبب اللي عمل لنا الهيموريدج بالظبط. فالترو اللي هو اغلبيه من 95% من الحالات عباره عن ايه؟ بسبب بلاسنتال كوزز، بلاسنتا بريفيا، ان احنا عندنا بلاسنتا قريبه جدا من الانترنال اوس بتاع السيرفكس، وممكن تعمل انكروتشمنت عليه، وهنشوف لها صور مختلفه كمان بحالة مختلفه. وابرابشن بلاسنتا ان هو في جزء من البلاسنتا تنفصل عن الديسيدوا، او يحصل لها يعني بارشال سيبريشن عن الديسيدوا بسبب ان يحصل فيه بليدنج عندنا. بالنسبه للفولز، ايه الحاجات بقى اللي ممكن تكون اكسترا بلاسنتال؟ زي كده سيرفايكو فاجينال، يعني احنا عندنا حاجات في السيرفكس والفاجينا، زي مثلا عندنا بوليبس، عندنا فاريكوسيس، عندنا اللي هو يعتبر دوال يعني تروما مثلا حصلت في السيرفكس فهتلاقي انجري، او اي حاجه ثانيه ممكن تعمل لنا ليجن عموما يعني. كلام عام كله. في حاجات ثانيه نادره شويه زي الفازا بريفيا، هيبقى نشرحها لما نوصلها باذن الله. هي اختصارا يعني عباره عن بلاد فيسلز خرجت بره الامريكال كورد، وبقت موجوده عند راس الفيتس قرب السيرفكس، فبالتالي اثناء الولاده بخاف انها هي ممكن يحصل لها ربشر، انها مفيش حاجه تحميها خالص الفيزلز دي. لا بقى في عندنا بقى محوطه امريكال كورد ولا بلاسنتا ولا الكلام ده خالص، شويه شويه ممبرينز بس. والربشر اوف يوترس نفسه، اليوترس نفسه يفرقع من اي مكان بقى، فبالتالي طبعا هيحصل معانا ايه؟ هيمورج كتير جدا اللي هو انتي بارتم هيمورج. فاحنا نبدا باول حاجه خالص معانا وهي بلاسنتا بريفي، تمام؟ وبين قوسين انا افويدبل بليدنج، يعني البليدنج هيحصل مهما عملنا يعني، وهنعرف ليه الكلام ده بيحصل عندنا في الحاله دي. فالاول بس كده حابب بس اعرف بس صورتين سرعه كده. الاولانيه ده للبلاسنتال ابربشن او الابابشيو بلاسنتا، ده مش البريفيا، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ ان في جزء زي ما احنا شايفين كده من البلاسنتا، احنا ماشيين معاها كده بطولها كله، فجاه لقينا في جزء كده اتقشر، حصل له بارشال سيبريشن. هو في جزء لسه ماسك هنا تمام، لكن في جزء عندنا خلاص ايه؟ ما بقاش ماسك، يعني حصل له سيبريشن من الديسيدوا بزالس طبعا، ونتج عنه ان بقى في ايه؟ بليدنج حصل هنا طبعا من الارترز السبايرال ارترز وغيرها يعني، عملت اكسترافيزيشن للدم وجمعته فين عندنا؟ ورا البلاسنتا. وطبعا يعني بديهيا كده لو الدم ده فضل يزيد ويتجمع اكتر هيفضل يقشر في البلاسنتا لحد ما ممكن يقشرها كلها بطولها كله. ده كده ايه؟ البلاسنتا الابربشن، تمام؟ وهناخد برضه بتصصيب برضه النهارده باذن الله. اللي يهمنا بقى دلوقتي حالا هو ايه؟ البلاسنتا بريفيا. يعني ايه بلاسنتا بريفيا؟ يعني عندنا بلاسنتا مش ماسكه فوق قرب الفاندس في الابر سيجمنت، لا ماسكه في اللور سيجمنت، تمام؟ ماسكه في اللور سيجمنت بقى ليها مستويات، ممكن تكون ان هي قريبه من السيرفكس، تمام؟
ممكن تكون جزء منها وصل للسيرفكس وجزء منها لسه مش واصل، ممكن تكون واصله بشكل كامل يعني، بس لما هيحصل سيرفيكال دايليتيشن مش هتبقى مغطياه برضو، وممكن تكون مغطيه نسبه 100% سواء بقى كان السيرفكس كان دايركت ولا لا. فهي واحده واحده عندنا تصنيفات كده، انا بس كده بنط في المنهج الجاهز شويه عشان بس ايه نكون عارفين اللي مكتوب في الاول ده معناه ايه. بس في الاول في عندنا اول مستوى حاجه اسمها لو لاينج بلاسنتا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان معظم البلاسنتا ماسكه في الابر سيجمنت، الجزء اللي هو ده يعني لسه ماسكين ايه في الجزء اللي هو الابر، لكن عندنا شويه قليلين قليلين كده تمام، قريبين من اللور سيجمنت، موجودين عندنا في اللور سيجمنت لكن مش واصلين خالص للانترنال اوس بتاع السيرفكس، موجودين اهو عندنا فاضيين مفيش اي حاجه خالص ماسكه عليهم من جوه نهائيا. فاحنا اغلبنا في الابر سيجمنت، جزء قليل عندنا في اللور سيجمنت، لكن انا مالناش دعوه خالص بالسيرفايكال اوس نهائيا. هنزيد بقى شويه، هنقرب شويه بقى من السيرفايكال اوس، هنيجي هنعمل حاجه اسمها مارجنال بلاسنتا. ده عباره عن ايه؟ ان احنا وصلنا للمارجن لاطراف الانترنال اوس، لكننا برضو مش مغطيين ولسه الجزء ده كله ايه عندنا ما فيهوش اي حاجه خالص قافل عليه خالص من جوه نهائيا. فاحنا بس ايه مارجنال تغطيه بشكل جزئي. في عندنا بقى بارشال بريفيا، ده عباره عن ايه؟ له اسم تاني برضه ان هو يبقى انكمبليت بريفيا. هنا البلاسنتا في الوضع العادي لما يكون الانترنال اوس مقفول زي هنا هتكون مغطياه، تمام؟ هي كده مغطيه الانترنال اوس بس وهو مقفول بس، انما لو حصل له دايلاتيشن تمام ووسع بقى موجود عندنا اوسع بالشكل ده، وقتها هيفضل له مساحه، هتكون المساحه دي مش متغطيه باقي البلاسنتا خالص، تمام؟ فهي لما تكون فولي دايليتد مش تبقى متغطيه بشكل كامل، تبقى متغطيه بشكل كامل بس البلاسنتا لما يكون الانترنال اوس ايه مقفول، اسمها بارشال بريفيا. واعلى مستوى خالص الكومبليت بريفيا ان هي مغطياها 100% بالشكل ده، سواء بقى كان الانترنال اوس مقفول او دايليتد، في كل الاحوال ايه هيبقى برضه ايه هيلاقي في وش البلاسنتا قافلاه، فهو هيبقى مقفول في كل الاحوال كومبليتلي كفرد، تمام؟ ده بس كده كانت تجميع سريعه بس ده الاربع انواع. نرجعوا تاني للكلام المكتوب عندنا في الكتاب عباره عن ايه. البلاسنتا في الاول هي بتكون زي ما قلنا بشكل جزئي او بشكل كامل موجوده في اللور تراين سيجمنت على حسب طبعا يعني نوع من الاربعه زي ما قلنا، وتكون قريبه او مغطيه الانترنال اوس برضه على حسب مستواها. فبالتالي عندنا مشكله عباره عن ايه؟ المشكله كلها في الولاده نفسها، ان احنا المفروض ان الطفل كان هينزل من ايه؟ من الانترنال اوس، ده كان هيحصل له دايلاتيشن وهينزل منه الطفل، ينزل بقى بريتش، ينزل براسه، مش مشكله بقى ايا كان هينزل بايه بالظبط. فبالتالي لما يجي ينزل هيلاقي ايه في وشه؟ هيلاقي بلاسنتا هي اللي سدله السيرفكس، فهينزل ازاي؟ هي دي بقى المشكله، ان البلاسنتا المفروض لو هتنزل هتنزل الاول قبل ايه؟ الفيتوس. طب ايه سبب حاجه زي كده بالظبط؟ السبب مش معروف، الجمله الشهيره بتاعت الكتاب بتاعتنا يعني، لكن كالعاده ايه في شويه نظريات. عباره عن ايه النظريات دي؟ عندنا اول نظريه خالص الدروبنج داون ثيري. دروبنج داون ثيري يعني ايه؟ يعني احنا حصل عندنا امبلانتيشن للبلاستوسيست في اللور سيجمنت، تمام؟ في اللور سيجمنت ده بقى له حاجه سبب من سببين، حاجه من اثنين، اما ان هو كان عمل امبلانتيشن في الابر سيجمنت الاول في مكانه الطبيعي بس السبب ان هو ما تكونش عندنا الستوى كابسولارس تحميه من بره فوقع، يعني بسبب بور ستوى رياكشن سواء بقى الستوى بزالس او الكابسولارس، فبالتالي كان هو كان ماسك فعلا في الابر سيجمنت فوق، كان ماسك في مكانه بس ايه حصل له سيبريشن ووقع، فقام عمل امبلانتشن تاني فين بقى؟ في اللور سيجمنت اللي هو وقع فيه، تمام؟ ده اول سبب. ثاني سبب ممكن يحصل بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عندنا حاجه اسمها زونا بلوسيدا، دي بتبقى محوطه الاوفن بعد ما يحصل لها فرترايزيشن، ولازم وحتما علشان يحصل امبلانتشن في الاندومتريوم لازم الزونا بلوسيدا دي تختفي من عندنا خالص، لانها هاردند لاير. احنا عايزين نعمل انفيجن للاندومتريوم، هنعمله ازاي واحنا عندنا في طبقه نشر محوطه الاوفن؟ لازم الطبقه دي تختفي خالص من عندنا. لو بقى الطبقه دي اتاخرت شويه ان هي تختفي وفضلت موجوده عندنا كده مرخمه وفضلت قاعده معانا، تمام؟ ده ممكن تفضل بقى ايه بقى البلاستوسيست ماشيه في اليوترس، تمام؟ وايه هي اصلا عند الابر سيجمنت بس لسه زول بلوس لسه ما اختفتش من حواليها خالص، لسه موجوده حواليها زي ما هي. فهي هتفضل بقى تنزل في اليوتراين كافيتي، تنزل لتحت وطبق وفجاه بقى تبقى ايه مختفيه زول بلوس ده، فيقوم عامل امبلانشن في المكان اللي هو وصل عنده خلاص، اللي هو هيكون وقتها عندنا اللور سيجمنت، تمام؟ وده علشان كده بيفسر ازاي بيحصل عندنا حاجه اسمها سنترال بلاسنتا بريفيا اللي هو النوع الكومبليت او النوع التوتال اللي هو كان بيبقى مغطي السيرفكس كله، بسبب ان احنا ايه عملنا امبلانتشن في اخر اليوتراين كافيتي خالص، ان ايه فضلت الاوفم الفرتلايزر تقع 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 ومستنيه الزون بلوسه دي ان هي تختفي، فاختفت بس في الاخر خالص لما وصلنا لار اليوتراين كافيتي، تمام؟
ايه تاني؟ البرزستنس اوف الكورونيك اكتيفيتي. احنا كنا عرفنا ان المفروض ان الاوفم دي لما تيجي تعمل امبلانتيشن بيبقى محوطها الكوريوم من كل ناحيه. بعد كده في جزء بيحصل فيه اتروبي للكوريوم من ناحيه الكبسولارس، والجزء اللي ناحيه البزالس بس هو اللي بيفضل مكمل ويعمل انفيجن. تمام؟ فاحنا هنا فضل مكمل معانا الجزء اللي هو عند الكبسولارس، ما حصلوش خالص اي نوع من انواع اتروبي خالص، فبالتالي فضل مكمل عندنا في الكبسولار بلاسينتا وعمل معانا انفيجن زياده، وعمل معانا بلاسينتا فضلت تكبر لحد ما وصلت عندنا للسيرفايكال اوس. تالت حاجه عندنا الديفكتيف ريسيدوها. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الكورونيك فيلاي توسع في مكان كبير جدا في اليوتراين وول، ففضل ينتشر ينتشر في كل حته لحد ما وصل عندنا برضو للسيرفكس لحد اللور سيجمنت. وان يكون عندنا اسام بلاسنتا حجمها كبير عن الطبيعي، زي مثلا في توينز يكون عندهم كومن بلاسنتا، بلاسنتا واحده بس مونوكوريونيك يعني، فبالتالي كانت كبيره بشكل كافي ان هي توصل للور سيجمنت وتعمل عندنا بلاسنتا بريفي. ايه هي الحاجات اللي ممكن تزود نسبه الاصابه بمشكله زي بلاسنتا بريفيا؟ ان تكون ست كانت حامل قبل كده وكان عندها بلاسنتا بريفيا بمنتهى البساطه. انها تكون حامل في كذا طفل انتي بايوتي، فقلنا هتكون عندنا كذا بلاسنتا وعندنا بلاسنتا واحده بس مشتركه بينهم بس كبيره في الحجم. ان يكون سنها كبير، هي كسبت حامل اكتر من 35 سنه. ان يكون عندها هيستوري ان هي عملت قبل كده عمليه قيصريه سيزيريان سكشن، او اي سكار في اليوترس بسبب عمليه مثلا زي ما مكتوب ان هي بتشيل فايبرويد او هيستروتومي شق في اليوترس. ليه؟ علشان احنا وارد جدا مع البريفي يحصل عندنا مشكله ثانيه وهي بلاسنتا اكريتا، ان احنا يحصل عندنا اديشن زياده في البلاسنتا دي في الوول. تخيلوا كده احنا عندنا مشكله زي البريفيا ان احنا ماسكين في اللور سيجمنت اللي هو كده كده بيكون ارفع من الابر سيجمنت اللي يعتبر الثيكنس بتاعته اقل. فتخيلوا كده مثلا يكون عندنا سيزيريان سكشن كان معمول في اللور سيجمنت، كان معمول عندنا انتجن في اللور سيجمنت شق كده جراحي، فاحنا حصل عندنا بريفي في المكان ده، ولما البريفي وصلت للمكان بتاع السكار دي حصل ايه بقى؟ لقيت ان الوول بتاع اليوترس او اليوتراين وول يعني رفيع جدا في المكان ده، فعملت اكسسيف انفيجن كمان، فعملت عندنا اكريتا او اللي هي تعتبر انكريتا او بيركريتا على حسب بقى المستوى بتاعها ايه، لو واصل بقى للمايوميثريوم ولا البريميثريوم، فعملت عندنا مشكله مضاعفه، فبقى عندنا كده يعتبر بلاسنتا بريفيا واكريتا في نفس الوقت. بعد كده عندنا ايه كمان بيفرق معانا جدا في البلاسنتا بريفيا؟ البلاسنتا سايز زي ما قلنا قبل كده. تمام؟ بيفرق طبعا الحجم بتاعه، كل ما كان اكبر كل ما بقى عندنا مشكله اكتر. والابنورماليتي لو عندنا في سكسسوريت لوبس، ان احنا عندنا في اكتر من لوب او هي متقسمه لاثنين لوبس، فطبعا حجمها هيزيد اكتر. السموكنج التدخين هيعمل ايه؟ التدخين ده هيعمل عندنا كربون مونوكسيد انديوسد هايبوكسيميا. التدخين ده هياثر طبعا على الهيموجلوبين، هياثر على الاوكسجين كارينج كاباسيتي، هيعمل عندنا هايبوكسيا، فبالتالي الجسم بقى هيضطر بقى ان هو يعمل هايبرتروفي في البلاسنتا علشان يعوض النقص بتاع الاكسجين ده، فبالتالي البلاسنتا حجمها هيكبر ويعمل عندنا بلاسنتا بريفيا. وبراير كروتيج ان احنا نكون ايه بقى شلنا عملنا مثلا كروتيج كعتنا اللايننج بتاع الاندوميتريوم بتاع اليوتراين كافيتي، فبرضه هيساعد عندنا برضه ان هو يحصل عندنا اكسسيف انفيجن، فممكن برضه يعمل عندنا بلاسنتا بريفيا. ودي برضه تجميع التايبس اللي احنا قلناها كده، برضه هنعدي عليها بسرعه تاني. احنا عندنا فور تايبس، عندنا اللو لاينج اللي هي ومعظمها في الابر سيجمنت وجزء صغير في اللور سيجمنت، ومش مغطيين خالص القص نهائيا اللي هي تايب 1 اللي هي دي. تايب 2 اللي هو المارجن، احنا وصلنا لاطراف الانترنال القص لكننا مش مغطيينها اللي هو تايب 2 اللي هو ده. تايب 3 انكمبليت او البارشال سنترال، ان احنا عباره عن ايه؟ ان احنا مغطيين الانترنال قص بس وهو ايه كلوزد، انما لما يجي يعمل دايليتيشن وقتها مش هيبقى مغطيينه بشكل كامل. تايب 3 اللي هو ده، وتايب 4 اللي هو السنترال او التوتال، احنا مغطيين كل الانترنال اس حتى لما يبقى فولي دايليتد برضه هنكون مغطيينه بشكل كامل. في عندنا بقى انواع اخطر شويه من البلاسنتا بريفيا، يعني بتكون سب تايبز منه كده بس فيها خطوره اعلى. زي ايه؟ زي البوستيريور مارجنال تايب 2 بلاسنتا بريفيا. احنا كنا قلنا ان المارجنال ده بيكون ايه؟ قرب من المارجن من اطراف الانترنال اس لكنه ما غطاهوش، تمام؟ ده كان تايب 2. طب ايه المشكله عندنا هنا بالظبط؟ المشكله عندنا هنا ان احنا عندنا البلاسنتا بتكون نايمه على الساكرال برومونتري، يعني هي بنتكلم على البوستيريور وول، فهو واخد كيرف بسبب شكل الساكرال برومونتري ده. فوجود عندنا بلاسنتا ماسكه في البوستيريور وول في المكان ده بالتحديد، ده هيصغر حاجه اسمها الانترو بوستيريور ديامتر اوف ذا بلفيك انلت. ده المكان اللي هو هيساعدنا برضه ان احنا نعمل بدايه ايه؟ حاجه اسمها انجيجمنت اوف ذا هيد. فده هيمنع الانجيجمنت اوف ريبريزنتنج بارت، تمام؟
عشان بس نوضح الكلام ده شويه، لان هنا ما فيش صور خالص، ولان لسه ما شرحناش النورمال ليبر والكلام ده كله والسيج بتاعته والديامترز والكلام ده كله، عندنا برضه صور ممكن تساعد، وعندنا ده الشكل ده. خلينا نبص على الشمال الاول. عندنا ده كده يعتبر طفل جوه اليوترس نازل براسه، فده وضع الطبيعي بتاعه، ده كده فيرتكس بريزنتيشن، كده الوضع الصحي بتاعه مش اي مشكله خالص. وعندنا السيرفكس وعندنا الفاجينا. طيب عندنا بقى وضع عامل ازاي؟ هو ده بقى اللي بيسمى بالساكرال برومونتري الثانيه بتاعه الساكرام دي. فطبعا اليوترس ها هو هيكون ايه عنده طبعا وراه في ظهره ايه الساكرام ده، فهو هيكون واخد نفس الكرول بتاع الساكرام. عندنا ده هنا ده يعتبر الانتيريور وول، وده كده البوستيريور وول بتاع اليوترس. فاحنا كده واخدين الكيرف ده، فاحنا عندنا حته اضيق شويه بسبب الكيرف بتاع الساكرال برومونتري. فاحنا بقى في النوع بتاع البوستيريور مارجنال تايب 2 بقى 6 بريفي ده، هيبقى عندنا البلاسينتا ماسكه فين؟ مش في الفاندس فوق بقى، هنا هيبقى ماسكه فين؟ في البوستيريور وول هنا عندنا في الظهر. تمام؟ بالشكل ده كده عندنا. فطبعا حصل عندنا ايه؟ حصل عندنا مشكله ان هي ضغطت الفيتس لقدام، لان بقى المكان كده بقى عنده اوسع، لان ده كده كان بيسمى بالانترو بوستيريور دايمتر. طيب احنا عندنا هنا ده صوره هنا للبلفس حلوه جدا اهي. الانترو بوستيريور دايمتر اللي هو ده. في عندنا ترانسفيرس اللي هو ماشي بالعرض اللي هو ده. ده الانترو بوستيريور. تمام؟ فده احنا كده باصين من فوق، وده احنا كده باصين عليه من الجنب. ده كده هيصغر، لان بقى عندنا بسنت مضيقه، الانترو بوستيريور دايمتر بالشكل ده بقت مضيقاه، بقت اخذت منه جزء. وهو ده كان هيساعدنا سام في الانجيجمنت اوف ذا هيد، ان الراس تعدي البلفيك انت، فتبقى متثبته بقى جوه البلفس خلاص، ما بقتش بقى تتحرك بقى يمين وشمال والكلام ده كله. تمام؟ وده برده صوره ثانيه عندنا، لا الانترو بوستيريور دايمتر بالشكل ده، ده برده هيجي عندنا، ده نفس الكلام، ان هو حقيقي عندنا بس انت موجوده عندنا في البوستيريور وول، واخده معظم المساحه، فبالتالي مضيقه عندنا الانترو بوستيريور دايمتر، فيبقى عندنا مشكله في الانجيجمنت اوف ذا هيد. ممكن مع طبعا دي المساحه واثناء الولاده والحزق والضغط والكونتراكشنز البلاسينتا تبقى مور لايك تو بي كومبريست، ممكن تتضغط البلاسينتا. طبعا بتبقى مشكله اثناء الولاده لانها ممكن تعمل ارست لل الماترن وفيتال سيركيشن اثناء الولاده، فتعمل لنا مش مشاكل شويه يعني، ده بالذات لو عملنا فاجينال دليفري. وفي فرصه اكتر كمان طبعا بسبب دي المساحه دي، ان برضو اثناء الولاده يحصل عندنا حاجه اسمها كورد كومبريشن وحاجه اسمها كورد بولابس. الكورد كومبريشن ان الكورد عندنا يتنى بالشكل ده، تمام؟ عندنا هو اثناء الكونتراكشنز وعندنا ضيق في المساحه والكلام ده كله، هيحصل ايه في الكورد؟ بدل ما هو كان مفروض كده تمام وعامل زي الحبل وشكله كويس جدا بالشكل ده، لا اتعقد على نفسه وحصل له كومبريشن، فطبعا هيقلل الاوكسجين سبلاي والبلاد سبلاي للطفل، وطبعا هيعمل لنا مشكله كبيره، تمام؟ اما بالنسبه بقى للبرولابس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الكورد يكون بقى بدل ما هو مكانه ان هو قبل الفيتس جوه خالص كده في اليوتراين كافيتي، لا نزل سبقه وبقى خارج الاول. بس هو لازم عشان يسمى ان هو كورد برولابس لازم يكون عندنا رابشر للممبرينز عشان الكورد يقدر ينزل من السيرفكس، تمام؟ انما لو الممبرينز لسه ريتيند ولسه سليمه هيسمى بالكورد برزنتيشن. يعني ايه كورد برزنتيشن؟ يعني هو الكورد لسه عندنا جوه يوتراين كافيتي بس هو سابق الراس، هو اللي لو ولدنا هينزل الاول عندنا. انما برولابس يعني هو نزل بالفعل من السيرفكس بسبب ايه؟ ان حصل رابشر للممبرينز. تاني مكان برضو خطر عندنا هو ان يكون عندنا البلاسينتا بريفيا زي ما قلنا في مكان بريفيوس يوتراين سكار، ان هو بالذات بيكون في الانتيريور بريفي، على اعتبار ان ايه ان احنا لما نيجي بنعمل اي شق في اليوترس بنعمله ايه انت في الانتيريور وول، فبريفيوس سيزيريان سكشن سكار بالذات طبعا اللور سيجمنت بيزيد معاه زي ما قلنا بسنتا اكريتا، ان هو لما يكون عندنا ضعف في الوول هيحصل اكسر انفيجن فيعمل لنا اكريتا او بريكريتا او انكريتا بقى بالثلاث انواع بتوعهم يعني. فبالتالي لو في اي حاله كان عندها بريفيوس سيزيريان سكشن لازم نعرف كويس جدا عن مكان السكار فين بالتحديد، ومكان البلاسنت اللي ماسكه والاكسنت بتاعها بتاع الاتشمنت بتاعها، اذا كان مثلا نورمال ولا اذا كان فيها تعتبر ادهيسيف زياده مثلا باكريت او غيره، لازم الكلام ده كله طبعا يتسجل عندنا. طب ايه بقى اسباب ان يحصل عندنا بليدنج بلاسنتا بريفيا؟ مع الوقت ومع مرور الحمل البلاسنتا الدراف ده بيبتدي يبدأ خلاص بقى البلاسنتا بتوصل لاخر مراحلها في النمو، فايه مش مستعجلين على النمو خلاص في الشهور الاخيره. واللور سيجمنت استعدادا بقى للسيرفايكال دايلاتيشن والولاده هيبتدي ايه يوسع، هيبتدي يحصل له دايلاتيشن. ده اللور سيجمنت، احنا ماسكين فين بقى في البريفيا؟ في اللور سيجمنت زي الصوره عندنا هنا بالظبط، عندنا البلاسنتا ماسكه في اللور سيجمنت. البلاسنتا مش الاستيك، البلاسنتا تعتبر ان الاستيك، يعني هي اللور سيجمنت بس هو اللي عنده القدره ان هو يعمل ستريتشنج ودايلاتيشن وبعد كده يعمل ايفوليوشن بعد الولاده، انما البلاسنتا
لا ليها في شد ولا في غيره، ولذلك بتكون في الطبيعي ماسكه فين؟ في الابر سيجمنت، بعيدا بقى عن كل المشاكل دي. فبالتالي لما يجي يحصل دايلاتيشن هيحصل ايه؟ هتيجي البلازينتا هتتشد، مش هتستحمل الشد، فهيحصل لها ايه؟ بالظبط كده هيتقطع وهتنفصل عن الديسيدوا اللي كانت ماسكه فيها، هيحصل لها شيرنج اوف، هتتقشر بقى من الوول بتاع اللور سيجمنت. فده هيؤدي بقى ان في عندنا يوتيري بلازينتال فيسلز بقى موصله بين اليوترس وبين البلاسينتا، دي طبعا هيبتدي طبعا يحصل لها ان هي تتقطع هي كمان برضو، فيؤدي الى ابسيد اوف بليدنج، نزيف بقى بيحصل من الفيسلز دي كلها. وده يعتبر حاجه طبيعيه في الوضع اللي هو مش طبيعي اللي عندنا ده، يعني هي اصلا كده كده بريدنج ده حاجه مش طبيعيه، بس اللي حصل عندنا ده شيء متوقع فيسيولوجيكال منطقي يعني، فيؤدي بقى الى السيبريشن اوف البلاسينتا. وعشان كده احنا قلنا في الاول ان هو يعتبر ايه بقى البريف، ده يعتبر انيفيتابل او ان افويدابل بليدنج، هيحصل حتى سواء كان عندنا مشكله عملت كومبليكيشن، او سواء في الطبيعي بتاع البريفيا ان هو اثناء الدايلاتيشن هيجي يوسع، فالبلاسينتا مش هتستحمل الشد دي خالص، فالفيزز عندنا يحصل لها ان هي هتبقى تورن، فهيحصل منها بليدنج ينزل عندنا من الفاجاين. لكن ممكن بقى في مشاكل تانية بقى غير بقى موضوع الدايلاتيشن ده هي اللي تسبب بقى في السبريشن بتاع البلاسينتا، زي ان عندنا مثلا تروما، مثلا ممكن الابدومين ابدومينال تروما، او ممكن اثناء فاجينال اكزاميشن، وعشان كده بيبقى ممنوع ان هي فاجينال اكزاميشن خالص في حياه البريفيا، ما نحاولش مثلا نوسع الفاجينا مثلا بسبيكيولم او غيره، علشان الكلام ده كله هيزود الدايلاتيشن، فبالتالي ممكن يعمل لنا برضو ايه سبريشن البلاسينتا، او الكويتال اكت اللي هو السكشوال انتر كورس، برضو اي حاجه هتعمل دايلاتيشن برضو ممكن هتاثر برضو على البلاسينتا، او اثناء الهاي ربشر اوف الممبرينز، ان تيجي عندنا بقى حاجه مثلا زي الامنيوتيك ساك يقوم مفرقع مره واحده بقوه عاليه جدا، فيحصل حاجه اسمها جاش اوف فلويد، ان هو يخرج مره واحده بقوه عاليه جدا بقوه ضغط عاليه، فهيقوم البلاسينتا مش هيستحمل بقى البريشر العالي ده، فهيقوم يحصل لها برضو ايه سيبريشن. الدم هنا في حالات البريفيا بيكون تقريبا في كل الحالات بيكون ماتيرنال اورجن مصدر الام، يعني الطفل كده مش بيحصل دم خالص بشكل مباشر، يعني هو بس ايه الدم اللي هو وصلنا للبلاسينتا هو اللي بقى فيه مشكله. طب هل الجسم لو يحصل عنده حاجه زي كده بيسكت، يعني بيسيب الدم كده يفضل سايح ولحد ما الجسم يتصفى؟ يعني لا، الكلام ده ما بيحصلش. المفروض بيحصل شويه امور معينه، بيحصل سبونتينيوس كنترول بريدنج، زي ايه؟ الساينز اللي هي مفتوحه في مكان الفيسلز اللي هي كانت يوتر بلاسينتا دي هيحصل لها ثرومبوز، هيحصل لها تقلطات للاوبن ساينس دي عشان تقفلها خالص، تبطل منها الهيموريدج. البريزنتنج بارت اللي هو كان ضاغط عندنا اثناء الولاده نفسها، سواء بقى كان الراس او البريتش او غيره، يعني ده هيعمل ميكانيكال بريشر، هيكبس على الجزء اللي هو فيه بليدنج ده اثناء ما هو برضه بيتولد. وعندنا بلاسينتال انفاركشن اللي هيحصل عندها تقلطات في البلاسينتا من الناحيه اللي هي الداخليه اللي جوه دي، علشان ايه؟ توقف برضو النزيف ده. في عندنا بقى نظريه معينه اسمها بلاسينتال مايجريشن، ان قديما كان بيتم الاعتقاد ان البلاسينتا مشكله مثلا زي البريفيا او غيره، يعني ان هي ممكن ايه تتصلح من نفسها، وبدل ما هي ماسكه في اللور سيجمنت تفضل تطلع لفوق 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 لحد توصل للابر سيجمنت ثاني، او كمان ان ممكن ان معظم البلاسينتا كمان كانت بتبدا اصلا في اللور سيجمنت، ومع مرور الحمل بتقعد بقى تتسلق لحد توصل للابر سيجمنت خالص. بس الكلام ده مش صح. هي النظريه المثبته دلوقتي ان ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عندنا مثلا ان احنا في الاول حصل عندنا ايه؟ بقى عندنا لور سيجمنت بلاسينتا ماسكه مثلا تحتين، تمام؟ ماسكه بالشكل ده هنا عندنا. بلاسينتا ماسكه في اللور سيجمنت. احنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ اسمها الاسمس، ما ننساهاش خالص دي. الاسمس ده بيحصل له انكوربريشن اثناء الحمل، ان هو بيتحول لجزء من اللور سيجمنت، فبالتالي اليوترس كله بقى ايه بيطول لفوق، بيتشد معانا لفوق، فكل الاستراكشرز اللي هي اساسا ماسكه في الجزء اللي عندنا هنا بالشكل ده هي مش هتتسلق ولا هتنط ولا هتطير ولا الكلام ده خالص، لا، هو لما يحصل شد اليوترس هيتسحب الجزء ده لفوق، لان الجزء اللي هو ماسك فيه نفسه اتسحب لفوق، فهنلاقي مثلا مع الوقت بس انا بقى مكانها مثلا بقت هنا، بقت في الابر سيجمنت، بس طبعا ده ما حصلش ان هي مثلا مش هي اللي اخذت بعضها طلع على رجليه وطلعت تجري لفوق، لا، هو الجزء اللي هي ماسكه فيه اتشد وطلع على فوق، فهي بطبيعه الحال لانها ماسكه فيه طلعت هي كمان لفوق، تمام؟ فهو ده دي النظريه اللي هي المفروض ان هي بتتشرح ده الصح دلوقتي، ان هو عباره عن ايه؟ ان الحركه دي معتمده على الجراث في اللور وفي الابر مايمتريال سيجمنتس، انهم يتشدوا لفوق مع استمرار الحمل، فبالتالي البلاسينتا اللي هي كانت اصلا هي ان هي اصلا في اللور سيجمنت دي اساسا ما كانش عندها اي كورونيك فيلاي ماسكه
في الانترنال اوس من الاول، لان هي لو كانت ماسكه في الانترنال اوس بكرونيك والله عامله انفيجن دي بالشكل ده، لو كانت الشده اللي فوق مكان كل الحاجات دي طبعا كان هيتقطع او كانت هتمنع ان هي تطلع لفوق من الاساس، انما معنى كده ان كانش في كونكشن بينها وبين السيرفايكال اوس من الاساس. ونظريه تانية كده برضه بس خاطئه، يعني ان هو كان بيحصل ايه، ان في عندنا هايبرتروفي بيحصل للجزء اللي فوق مع في نفس الوقت ايه اتروفي الجزء اللي تحت. يعني احنا عندنا مثلا ادي كده يوترس تمام، وعندنا في الكافيتي بالشكل ده، وكان ماسك عندنا هنا، عندنا البلاسينتا ماسك هنا بالشكل ده تمام، عندنا الجزء اللي تحت ده تمام، وعندنا الجزء اللي فوق ده، احنا عايزين نطلع لفوق. فكان بيحصل ايه، يقول لك بيحصل هايبرتروفي في الجزء اللي فوق يعني يبتدي يزيد، ويحصل معاه اتروفي الجزء اللي تحت، يعني الجزء اللي تحت ده كده يبتدي ايه يختفي. لا مش ده، لا انا مسحته كله بالغلط معلش انا اسف كده. ما علينا، بص يعني ايه عشان بس الجمله مش شغاله هنا في البرنامج قوي يعني كويس، انا اول مره اجرب استخدمها اساسا، يعني ان الجزء ده خالص ايه بقى بيحصل له اتروفي بيتاكل تمام، فيفضل الجزء اللي فوق ده يفضل يحصل له هايبرتروفي، والجزء اللي تحت ده يتاكل، فيفضل بقى يطلع لفوق لحد ما توصل لاخر خالص في الابر سيجمنت. بس النظريه دي برضه نظريه خاطئه يعني. وطبعا الاهم من كل ده ان هي لو كانت لو لاينج بلاسنتا، لو كانت في اللور سيجمنت وماسكه في مكان سكار، مكان في زاريان سيكشن او حاجه، فهي غالبا هتكون عامله ايه اكريتا، فبالتالي هتكون ليس لايكلي تو مايجريت من الاساس، سواء بقى ايا كان نظريه من دول بقى. ففي كل النظريات دي مش تنفع معاها اساسا ان هي ماسكه جامد جدا في اليوتراين وول. عندنا الكلينيكال بيكشر، اول حاجه عندنا الهيستوري بتاع الحاله، طبعا بيكون عندها ريسك فاكتور زي ان هي حامل في كذا طفل لمالتي فرايتي، كان عندها هيستوري في سنتا بريفيا قبل كده، ان هي سنها كبير فوق 35 سنه، كنا قلنا الكلام ده قبل كده كله. السيمتومز عباره عن حاجه واحده بس، فاجينال بليدنج، في عندنا نزيف خارج من الفاجينا. في تلت الحالات بيبقى عندهم هيستوري بحاجه اسمها حلوه جدا بقى اسمها وورنينج هيموريتش. يعني ايه؟ يعني اساسا ده بيكون كده زي كده اطلاق نار تحذيري، اللي هو للست كده اللي هو خلي بالك انت عندك مشكله والحقي نفسك بسرعه. بيبقى حاجه اسمها بيبقى سلايد بأكيميته قليله ويسمى بالسنتينل بليد. ده عباره عن ايه؟ ده بيكون عباره عن شويه دم كده بينزلوا، بس بيكونوا مميزين شويه، مش بيبقى مجرد نزيف عادي، بيبقى نزيف معاه هاتك، بيبقى معاه صداع جامد، وبيبقى معاه كمان نوزيا وفوميتنج. فهو بيكون تحذيري ليه؟ لان هو بعد السنتينل بليدنج ده ما بيحصل بيجي فتره حاجه اسمها اسيمتوماتيك فيز، فتره كده بتبقى الست فيها مستقره ما فيهاش بليدنج ولا اي مشاكل خالص. بعد كده بعد الفتره دي حاجه بسيطه جدا، مره واحده يحصل عندها بقى ايه الهيموريدج بتاع البلاسنتال سيبريشن او الابربشن بلاسنتا يعني، ويحصل معاها هيموريجيك شوك. فده بيكون ايه بليدنج تحذيري للست ان هي عندها مشكله، لو اخذت بالها من السنترال بليد ده طبعا بتاخد بعضها وتروح اي مستشفى او حاجه، ويبتدي تحاول بقى تعمل فحوصات تجنبا بقى ان يحصل لها حوار ايه بلاسنتال ابربشن. فاحنا عندنا بقى ايه بقى الكاسكاتيشن بتاعت البلاسنتا بريفي عباره عن ايه في البريدنج بتاعه. صدر الانسب بيحصل مره واحده، اللي بقى لو حصل قبل دي سنترال بريدنج زي ما قلنا، بين نسمعوش وجع خالص، كوز نسمعوش سبب واضح يعني، وريكارنت بيبقى متكرر. البريدنج بيكون صدن ليه؟ لان كده كده بتكون هي حاله حمل بلاسنتا بريفي عاديه جدا ما فيش اي حاجه خالص، بس فجاه مره واحده كده لما حصل عندنا بقى دايلاتيشن او حصل عندنا اي حاجه مثلا تروما او حاجه، مره واحده ظهر عندنا البليدنج ده مره واحده. البينلس ليه بيكون بينلس ماهوش وجع؟ لان البلاسنتال سيبريشن ده بيحصل بحاجه فيسيولوجيكال ميكانيزم، يعني هو كده كده اللي عمل الموضوع ده حاجه طبيعيه ما فيهاش بين، ان هو احنا قربنا خلاص من الولاده فحصل سيرفايكال دايلاتيشن، الانترنال اوس وسع، فبالتالي ايه طبعا عندنا ان الاستيك بلاسنتا، فبالتالي حصل لها سيبريشن او رابشر للساينسز او البلاسنتا اللي موجوده عندنا بين البلاسنتا وبين اليوتراين كافيتي. زي مثلا في حاجه مثلا زي البينلس براكستون هيكس كونتراكشنز، احد الحاجات اللي هي ممكن تكون بتزود السيبريشن بتاع البلاسنتا. كوزس ملوش سبب معين لانه هو ملوش دعوه بايتيولوجي محدد، يعني ممكن تكون نتيجه تروما او ممكن تكون كهايبر تنشن، ممكن تكون طبعا فيسيولوجيكال، فهي ملهاش سبب محدد اللي خلاها تعمل بليدنج يعني. والكرنت متكرر بسبب ان هو كده كده اليوتراين سيجمنت ده مش هيحصل له دايركشن في ثانيه واحده، يعني هو مش هيقفل على نفسه ومره واحده يبقى واسع بقى قد كده، لا هو هياخد الموضوع بالتدريج بيوسع واحده واحده، فلما هو بيوسع واحده واحده بيحصل عندنا كمان سيبريشن للبلاسنتا واحده واحده، فبالتالي البليدنج عندنا يعني يفضل ايه يزيد بالتدريج يعني، وشويه ممكن يقع وشويه يرجع تاني، عشان كده هو ريكرنت. لكن في بعض الاحيان ممكن يكون بينفول لما بيكون كومبايند مع ترو ليبر بين، ده اللي بدات خلاص اعدام الولاده،
ان هو يكون caused by coitus، ده ممكن يكون احد الاسباب اللي هي ممكن تعمله، ان هي زي ما قلنا ال sexual intercourse برضه ممكن يزود نسبه حدوث حاجه زي كده. وممكن ما يكونش recurrent، يحصل كله مره واحده، يبقى so severe بقى في first attack ان هو بسبب اي مشكله معينه يعني ممكن تحصل، ممكن يحصل separation للبلاسنتا كلها مره واحده، فيبقى عندنا severe bleeding كله حصل مع بعضه في نفس الوقت. فده طبعا من شده النزيف ممكن يؤدي الى termination of pregnancy، فشل للحمل. بالنسبه للساينز الجنرال كونديشنز، بالنسبه للام هيبقى عندها الفايتال ساينز والانيميا ماشيين مع البلاد لوس، يعني كل ما هي خسرت دم اكتر كل ما الفايتال ساينز بتاعتها بقى البلاد بريشر والهارت ريت والحاجات دي كلها والانيميا بقوا اسوء عندها. بالابدومينال اكزامينشن هنلاقي ان حجم اليوترس ماشي مع البريد جستيشن، لا هو اكبر وهو اصغر. اليوترس هيبان ان هو يعني ايه ريلاكست وسوفت والاستيك، مفيش اي مشاكل خالص زي ان مثلا يكون في تندرنس او اي حاجه خالص. بيبقى مور فريكوينت مع وجود البريفيا، ان احنا كده كده عندنا في مشكله في اليوتراين كافيتي، ان بقت المساحه عندنا اصغر بسبب ان البلاسنتا واخده مكان اغرب شويه، فبالتالي هيبقى عندنا مشكله في الروتيشن اللي بيحصل بتاع الفيتس، ان هو كل شويه مثلا بيبدل ما بين ترانسفيرس وبريتش ويعتبر الفيرتكس والكلام ده كله، فبيبقى عندنا نسبه عاليه جدا ان هو يبقى ايه يعني حاجه اسمها مال برزنتيشن، ان هو ينزل بالبريتش والباتوكس او ترانسفيرس، ان هو يكون ايه موجود عندنا بالعرض. تمام. الهاد بتكون فلوتنج، يعني ايه فلوتنج؟ يعني ما حصلش انجيجمنت بسبب ان احنا قلنا ان هو مثلا في مشكله زي ان هو موجود عندنا في البريستال وول، في البوستيرير وول، ده هيعمل عندنا ازمه ان هياثر عندنا انتريور بوستيرير دايمتر، فبالتالي هيبقى عندنا مشكله في الانجيجمنت، فهيبقى الهيد هتكون مش عامله انجيجمنت، مش مثبته في البلفيك اند كده فلوتنج كده، لسه ايه ممكن تروح يمين وشمال وفوق وتحت، مش مثبته في حاجه خالص. الفيتال هارت ساوند باغلب موجود، الا بقى لو في عندنا ميجر سبيشن او بلاسنتا ادى مثلا ده انقطاع البلاس بلاي فيتس، وبالتالي مثلا للاسف قتل الفيتس، وبالتالي هيبقى عندنا ابسنت هارت ساوندز وقتها. هيبقى عندنا حاجه اسمها ستول وورثي ساين، ده عباره عن ايه؟ دي مش ساين مهم قوي عندنا بس برضو يعني ممكن تساعد شويه، يعني ان احنا لو جينا ضغطنا على راس الطفل ورجعناه تاني ضغطناه يعني انتو ذا بلفس على البلفس يعني وقتها ده هيحصل ايه؟ هو كده لما بنضغط على راسه وبنرجعه لجوه هو كده بيتكبس على البلاسنتا نفسها، فبالتالي كاننا كده بنقطع براس سبلاي بشكل مؤقت عنه، فبالتالي هارت ريت بتاعه هيبتدي يقل، هيحصل سلوينج الهارت ريت بتاعه. فده دليل كده ان احنا عندنا لو لاينج بلاسنتا، احنا ضغطنا على راسه، بس لما ضغطنا على راسه اكتشفنا ان احنا ضغطنا على البلاسنتا، فمعنى كده البلاسنتا قريبه جدا من راسه طبعا لو كان هو ايه فيرتكس من الاساس يعني. بالذات زي ما قلنا البوستيريور تايب. الفالفال انسبكشن هنبص عليها بس من بره فقط لا غير، قلنا مش هنعمل اكزاميشن خالص عشان احنا خايفين ان احنا نفسنا نعمل سيبريشن للبلاسنتا، مالهاش لازمه خالص. هنعمل انسبكشن بس، هنبص من بره لو كان في بريدنج عندنا لسه مكمل ولا لا، ولا بريدنج وقف، هنبص على الدم نزل ده الكاركتر بتاعته ايه مثلا، هل هو مثلا لونه متغير او حاجه. المفروض في الطبيعي بما ان النزيف بيحصل في ساعتها وبينزل في ساعتها فهو بيكون برايتلت نازل طازه من فوق، ما لحقش بقى يتجلط ولا يبقى لونه براون ولا الكلام ده خالص. وفي نفس الوقت بنبص على الاماونت اوف بلاد لوس، الكميه قد ايه. ممكن برضو نقيم الكميه من البلاد ستيند كلوزنج طبعا زي الاندر وير مثلا، او لو هي لابسه فوط صحيه الحاجات دي برضو ممكن نستنتج منها كميه النزيف كانت عامله ازاي. زي ما قلنا ما بنعملش فاجنال اكزامينشن خالص تحت اي ظرف، تمام، لان ده ممكن يعمل فيرذر سيبريشن اوف البلاسنتا، ويعمل لنا حاجه اسمها تورنشال هيموريدج، ده عباره عن ان هو الهيموريدج يحصل بشكل سريع جدا مع كوبيس اماونت مع كميه كبيره جدا، ده معنى تورنشال، وممكن طبعا يكون فيتال على الفيتس. طب هو في العادي كان بيتعمل ايه؟ بيتعمل الترا ساوند. بس بقى قبل الترا ساوند، قبل يعني اختراع جهاز الترا ساوند كان بيتعمل ايه؟ كانت الناس اللي هو ايه هيعملوا اكزامينشن، هيعملوا اكزامينشن هو بالذوق بالعافيه هم هيعملوا اكزامينشن، كانوا بيعملوا ايه؟ علشان يعملوا اكزامينشن تخيلوا بقى كانوا بياخدوا الحاله يودوها ايه؟ يودوها اكتر عمليات، يودوها الاوبريشن ثيتر، يعني هم الناس دي عارفه ان كده كده ممكن يعملوا مصيبه بسبب الاكزامينشن، بس هم يعني هيموتوا ويعملوه، حتى لو يعني كان هيأدي المصيبه يعني. بس بيعملوا حسابهم يعني يدخلوها اكتر عمليات، تمام؟ وعاملين حسابهم بقى في ايه؟ بقى في كل حاجه، بقى في دم وفي اجهزه اللي هي العمليات نفسها والمعدات وكل حاجه، علشان وهم بيعملوا اكزامينشن لو حصل سيبريشن بقى وحصل عندنا هيموريج زياده ولا اي مصيبه، وقتها بقى يكونوا جاهزين ان هم يعملوا ايمرجنسي سيزيريان سكشن فورا يعني. يعني انا ما اعرفش ايه اللبس ده تحديدا يعني، بس هم يعني هم عايشين في لبس يعني، ما اعرفش ايه الفكره يعني. فده كان بيسمى بالدبل سيت اب.
تمام، ان هم كده ايه داخلين يعملوا اكزامينشن، بس حصل مصيبه ويعني اضطروا ان هم يعملوا سيزيريان سكشن، يعني مش مشكله يلا بينا زي بعض. الانفستيجنز بقى هنعمل بيها ايه؟ بنعمل شويه لابوراتوري تيستس زي ايه بالظبط كده، كلها حاجات مهتمه بالدم وفصيلته، علشان طبعا ايه الست دي احنا خايفين عليها من بليدنج ومن الهيموريدج، فاحنا بنحاول بس نعرف كل حاجه عن فصيله دمها عشان نجهز لها دم احتياطي. يعني مثلا البلاد تايب، كروس ماتشنج، كومبليت بلاد كاونت عشان نعرف عندها انيميا ولا لا، الار اتش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، كميه طبعا الكوبليشن بتاع الدم هل هو طبيعي ولا لا، بالليفل اوف الفايبرنس بليد برودكتس او الفايبرينوجين والبروثومبين تايم والاكتيفيتد بارشس ثرومبوبلاستين تايم. وطبعا التشخيص اهم حاجه عندنا بالالترا ساوند، ده كالعاده الجولد ستاندرد. في العادي بنستخدم الترانس ابدومينال والترانس فاجينال، بس نتاكد كده على الترانس فاجينال، احنا عندنا مشكله ده عباره عن بروب بيخش جوه الفاجينا، فاحنا اذا قلنا مش هنعمل اكزامينشن هندخل بروب جوه الفاجينا اكيد لا، فاحنا في الترانس فاجينال برضه نبقى خايفين ان هو ايه بيبقى عنده هاير ريسك اوف بليدنج بالرغم ان هو عنده هاير اكيوسي، بس احنا في الاخر بنلجا الى الترانس ابدومينال او نوع مميز شويه بيسمى بالترانس بيرينيال، بيتحط على البيرينيوم. تمام، فاحنا بنفرق ازاي؟ بنيجي نبص بقى على البلاسنتال اتش، اخر طرف عندنا من البلاسنتا، تمام؟ ونبص على مكان الانترنال سيرفيكال اوس ونشوف المسافه بينهم بقى عامله ازاي؟ يعني احنا كده عندنا صوره كويسه للالترا ساوند بالشكل ده عندنا. طبعا الصوره اللي عندنا دي مش محتاجه قياس مسافه ولا حاجه، احنا عندنا اقسام مع احترامي البلاسنتا اهي، كل دي البلاسنتا، واخدين بالكم ازاي؟ وده الانترنال اوس ماشي عندنا هنا بالشكل ده مقفول اهو، تمام؟ ماشي كده وماشي كده، هو طبعا مقفول حتى هنا يعني كمان. فاحنا عندنا ده كده ده الكومبليت تايب، ده مش محتاجين خالص نفكر فيها، ده مش محتاجين نقيس او حاجه، ده بلاسنتا مغطيه الانترنال اوس كله، فيعني القياس هنا ملوش لازمه يعني، بس هو القياس بيكون له لازمه لما يكون ايه مثلا مارجن الحاجات دي كلها، يعني يكون في عندنا جزء لسه مفتوح فعلا عايزين نعرف هو قرب بنسبه قد ايه. فالمفروض يعني في العادي زي ما مكتوب في الكتاب كده ان احنا بنقيس المسافه من طرف البلاسنتا لحد ايه الانترنال اوس ونشوف بقى المسافه قد ايه، بس طبعا هنا المسافه بالسالب يعني صباح الفل، هنا ده هنا مغطيه زياده يعني، انما في العادي لو هو سايب مساحه بنقيس المسافه قد ايه عشان نصنفه انهي النوع بالظبط من الاربع انواع. هنصنفه ازاي بقى؟ هنصنفه في ان احنا عندنا مثلا يكون في الاول مثلا لو لاينج بلاسنتا، طب ده ليه؟ لو لاينج بلاسنتا ده معنى كده ان قيسنا ديستنس بين اللور ادج والانترنال اوس لان اكتر من 2 سنتيمتر، تمام؟ يعني مسافه كويسه. المسافه دي بقى ابتدت ايه اللي بقت اقل من 2 سنتيمتر هتبقى اسمها ايه بقى؟ بلاسنتا بريفي. كده احنا ايه بقينا قربنا اكتر واكتر. بعد 35 اسبوع من الحمل ده ممكن نستخدم القياسات دي عشان نعرف هنولد ازاي. طبعا لو المسافه لقيناها كويسه، لقيناها اكتر من 2 سنتيمتر يعني في مسافه كويسه ممكن توسع الانترنال اوس، وقتها هنحاول نعمل فيجنال دليفري. اما طبعا لو اقل من 2 هنعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. عندنا بقى النوع المميز بتاع الالتراسونوجرافي هنا اللي هو الترانسبرينيال او الترانسليبيال الالتراسونوجرافي، ان احنا نيجي نحط البروب لا هنحطه جوه الفاجينا ولا هنحطه على الابدون، هنحطه على مكان من الاثنين، يا اما على البرينيوم نفسه يا اما على الليبيا اللي هي الليبيا يعني يعتبر الليبيا ماينوره يعني اللي هي موجوده جوه يعني، فاحنا هنحطه على ده او هنحطه على ده. طب هنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها بالمنظر اللي قدامنا ده. هو هنا حاطط البروب اهو ماسكه لونجيتيودال، حطه فين؟ على الليبيا ماينورا بالشكل ده، تمام؟ فاحنا شايفين الاستراكشرز تعتبر ايه؟ لونجيتيودال اللي عندنا بالمنظر ده. وكالعاده زي ما قلنا في الالترا ساوند عندنا اللي فوق ده يعتبر ده اللي هو يعتبر الانتيريور، وده ده اللي هو البوستيريور، واحنا شايفين كده كاننا شايفينها بالجنب، فاحنا شايفينهم بالمنظر عامل ازاي؟ شايفين ده اليوريثرا وده اليوريناري بلادر، طبعا عمود عندنا امتي فاضي بالشكل ده. الابيض ده العظم، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيمفيس بيوبس، وده عباره عن الفاجينال اوبننج، تمام؟ وده عباره عن الريكتم اللي ماشي ورا ده. وصلت؟ فاحنا كده عندنا شايفين كده القنوات كلها باشكالها المختلفه، تمام؟ بس طبعا هنا احنا بعدين بنفضل مكملين عشان نشوف ايه اليوترس، يعني دي احنا مش هنا كده خالص المنظر ده، بس ده توضيح احنا بنشوف ايه من الترانسبرينيال فيو، بنشوف الباسجز كلها، بنشوف اليوريثرا، بنشوف الفاجينال اوبننج، وبنشوف كمان الريكتر. ممكن نعمل انفستيجيشن تانية كل دول، ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن نعمل ام ار اي، تمام؟ هنعملها عشان ايه؟ علشان بنزيد نشخص لو في عندنا بلاسنتا اكريتا، يعني عندنا اوفر انفيجن ان هو مثلا داخل عندنا المايوميتريوم، تمام؟ او ان احنا عندنا النوع الاشد شويه اللي هو بيكون عباره عن الانكريتا، ان احنا دخلنا عن طريق المايوميتريوم وعديناه وصلنا لاخره كمان، او اللي هي البركريا ان احنا وصلنا
كل الليرز لحد السيلوزا او البروتونيه من اللي مغطي اليوترس، وممكن كمان نكمل نخش الاورجن نعمل انفيجن الاورجن زي ايه بلاتر. وطبعا زي ما قلنا ان في البريفيا بيكون في نسبه عاليه جدا نحصل عندنا مشاكل زي الاكريتا والبركريتا والحاجات دي كلها، فالانفيزا ابنورمالز بتكون هنا بتكون ايه موركم. الكومبليكيشنز بقى اللي عندنا في حالات البلاسنتا بريفيا بيكون عندنا انكريز في الريت المورتاليتي والموربيديتي، طبعا ان احنا عندنا ريسك اوف بريماتشورتي ان هو يتورد قبل ما عنده 37 اسبوع، ده الموست كومن او الموست امبورتنت يعني. مال برزنتيشنز ان هو يكون عندنا نازل طبعا زي ما قلنا السعر دي المساحه والانتي بوستيريو دايمتر والكلام ده كله، ينزل بقى ترانسفيرس او بريتش. وعندنا البريديتال هايبوكسيا بسبب طبعا البلاسنتال كومبريشن، يحصل عندنا سفوكيشن ونقص الاكسجين. ماتيريال كومبليكيشنز بقى زي ايه؟ زي لايف ثريتنج هيموراجيك شوك، النزيف الكتير جدا هينزل عليها بسبب السبريشن طبعا، ان احنا نسبه كبيره جدا هنضطر نعمل سيزارين سكشن فاحنا كده بنزود نسبه الاوبرتيف انترفنشن. بوست بارتم هيموراج ده اللي هو النزيف اللي هو بيبدا من بعد انتهاء الولاده. ده ممكن يكون بسبب ايه؟ بسبب حاجه اسمها يوتراين سيجمنت اتوني، وبالمناسبه ده بيكون الموست كومن كوز، ها ده الموست امبورتنت وموست كومن كوز في البوست بارتم هيموراج. ان بيحصل عندنا ايه؟ احنا في العادي البلاسنتا خلاص بعد ما الطفل اتولد بيحصل لها سيبريشن وبتنزل هي كمان. سايبة مكانها طبعا بقى ارتز وبابيزز طبعا مفتوحه وعماله تعمل بريدنج، هل الجسم هيسكت؟ لا. هيحصل ايه؟ في العادي البلاسنتا ماسكه في الابر سيجمنت، والابر سيجمنت ده المفروض ان هو عنده قدرتين، قدره على الكونتراكشن وقدره على الريتراكشن. فهيستغل القدرتين دول في ان هو زي ما تقولوا كده هيطبق نفسه على نفسه يعني. يعني الوول هيقفل على نفسه في المكان اللي هو كان فيه البريدنج فيسلز ده علشان يقفل الفيسلز دي خالص. نفس الفكره كده لما تيجي تتعور مثلا جرح كبير شويه، فتجري مثلا تجيب مثلا منديل او فوطه او حاجه وتكبس الجرح ده لحد ما النزيف يقف. نفس الفكره بالظبط كده بس دي حاجه فيسيولوجيكال. فلما يحصل عندنا حاجه اسمها يوتراين اتوني او ضعف للمسلز او ضعف للكونتراكشن، يبقى مرخي كده فمش هيعرف يعمل كونتراكشن وريتراكشن بشكل كافي، فمش هيعرف يمنع الهيموريج ده خالص. نتيجة الشوك او نتيجة باد جنرال كونديشن مثلا زي ان احنا عندنا اوفر ديستنشن يوترس مثلا بمالتيبل بريجنسي او غيره. ايه كمان؟ ان احنا يكون عندنا امبلانتيشن في اللور سيجمنت. ليه؟ لان اللور سيجمنت اصلا هو نون كونتراكتايل، هو ما عندوش قدرة ان هو يعمل كونتراكشنز. الوحيد بس اللي بيعمل كونتراكشنز هو الابر سيجمنت، عشان كده بيقدر يتحكم بالبريدنج. انما احنا لو بقى عندنا بس انت ماسك في اللور سيجمنت مش هنقدر نعمل لها حاجه، لان اللور سيجمنت ما بيقدرش يعمل كونتراكشنز، ده بيعمل ريلاكسيشن وبيعمل ستريتشنج بس. فبالتالي هيبقى عنده هنا ابيلتي ان هو يعمل كونتراكشن، فمش هيقدر يعمل سكويزنج للفيسلز خالص، فهيفضل مكمل عندنا البوست بارتم هيموريدج. ايه كمان؟ ممكن بعد بس انت السبريشن ده يحصل عندنا لاسريشنز، يعني يحصل عندنا تهتكات في اللور يوتراين سيجمنت، تمام؟ وده طبعا بيكون مشكله بالذات لو احنا كنا حاولنا ان احنا نعمل مانوال سيبريشن بتاعت هاند سند بريف. يعني ايه؟ يعني جينا مدينا ايدينا ومثلا كان عندنا مثلا بس انت ماسكه جوه شويه، استنينا عليها مثلا حوالي 60 دقيقه حوالي ساعه بعد ما الطفل اتولد ولسه ما نزلتش، فحاولنا نشدها مانوال بالايد. فاحنا بنشدها عملنا بقى ايه الريسوليشن ده اللي هو السيجمنت، فده هيعمل بريدنج اكتر واكتر. وطبعا ان يكون عندنا في الاول ادهن انت بس انت طبعا دي هتعمل اوفر انفيجن فهتعمل بريدنج زياده، او ان يكون عندنا في العادي يعني حاجه طبيعيه ان يبقى عندنا اكستريم سوفتنس وفاسكولاريتي للسيرفكس واللور يوتراين سيجمنت. ايه تاني مثلا الكومبليكيشنز؟ ان يكون عندنا مثلا تاكيتا قلناها 100 مره ان هي بتكون اسوشيشن بتاعها بيزيد اكتر واكتر لما يكون عندنا بريفيا، تمام؟ بالذات لو احنا ماسكين فين؟ في مكان فيه يوتراين سكار زي مثلا مكان كان فيه بريفيوس سيزيريان سكشن. وان يكون عندنا مشكله ليها علاقه بفتره البريبريم اللي هي اول 6 اسابيع بعد الولاده، ان يحصل لنا سبسس مثلا نتيجه انفكشن نتيجه ايه؟ ان احنا عندنا انكريز اوبرتيف انترفنشن بسبب طبعا احنا ممكن نعمل سيزاريان سكشن فبالتالي طبعا ممكن يحصل منه انفكشن. بسبب ان البازندا نفسها مكانها قريب من البوزاينا، والبوزاينا نفسها ممكن تكون مدخل للانفكشن من الاصل. بسبب ان البيشنت نفسها عندها انيميا غالبا مدرجه ديفيتلايز ستيت فمش هتعرف تحمي نفسها من السبسس ده خالص. والمشكله الثانيه خالص بقى هو السب انفيوجن بتاع اليوترس نتيجه طبعا بقى اوفر ديستنشن والكلام ده كله، فهيواجه صعوبه ان هو يرجع تاني لحجمه الطبيعي بعد الولاده. هنعمل ايه طيب مع الحاله اللي هي عندها بريفيا؟ هنعمل لها مانجمنت ازاي؟ لو جت حاله نون بليدنج يعني ما عندهاش نزيف، يعني مثلا جت في زياره عاديه جدا جينا عملناها التراسونوجرافي وشخصنا ان هي عندها بريسنتا بريفيا، هنعمل معاها ايه؟ هنعرف مكان البريسنتا فين بالظبط، البريسنتا سايت عند الاسبوع ال 20 24 من الجستيشن، تمام؟ لو لاحظنا ان هي ماسكه في مكان فيه سكار طبعا هنسجل حاجه زي كده، لو كان مثلا انتريو بريفيا في مكان سيزيريان سكشن قبل كده ان احنا بنخاف طبعا ان هو يعمل ايه؟ اوفر انفيجن ويعمل لنا اكريت هتبقى مشكله طبعا.
ونبتدي بقى نحاول بقى نتحكم بقى في مستواها الصحي. يعني مثلا لو هي عندها مثلا مشكله زي انيميا مثلا هنعمل لها كوركشن، هنبتدي نعمل لها ايه مثلا، نبتدي نعمل لها بيشنت كونسلنج، نبتدي نحاول ننصحها وان هي نخليها تاخد استشارات مننا بان هي طبعا تمتنع عن تصرفات معينه. يعني هي مثلا عندها بس تبريفي، احنا خايفين يحصل اي حاجه ممكن تعمل سيبريشن للبريزنتيف فتعمل لها ايه بليدنج، فمثلا تبعد خالص مثلا عن الستيموس اكسرسايز، اي مثلا انشطه رياضيه او اي اكسرسايز تعتبر عنيفه توقفها طبعا خالص. الكويتي براكتس برضو تقلله على قد ما تقدر، ان ما كانش تمنعه خالص فتره الحمل. اي حاجه ممكن طبعا تعمل سيبريشن هنوقفها خالص. وفي نفس الوقت طول ما هي عندها بس تبريف هي، احنا ما نستبعدش خالص ان في اي وقت فجاه كده من غير اي مقدمات ان هي يحصل لها مثلا هيموريتش، فاحنا نكون عاملين حسابنا في حاجه زي كده، وطبعا عارفين بقى فصيله دمها وكل الكلام ده عشان نلحقها لو حصل لها حاجه زي كده. تمام. وبرده ان هي ممكن يحصل لها ايه بري تيرم دليفري، برده تقول اقل ميعادها بالذات طبعا بما ان عندها ايه بس انت بريف يعني. وان احنا لو خاطرنا مكملين كويسين من غير بريدنج لحد الاسبوع 35 هنكرر تاني التراسونوجرافي، عشان بقى طبعا نقيس بقى المسافه بين المارجن وبتاع البلاسنتا وبين الانترنال قص، عشان نحدد بقى اذا جاي هتولد نورمال فاجينال ولا هتولد سيزاريان سكشن. طب لو الحاله بقى جايه لنا وعندها بليدنج بس انت بريف جايه بقى بتنزل في وقتها، بقى التعامل معاها هيبقى معتمد على اثنين فاكتورز. الفاكتور الاول اللي هو الهيمودايناميك ستيتس اللي هي الديجري اوف شوك، يعني عندها مثلا خسرت كميه دم كبيره جدا ولا حاجه بسيطه، هل هي مستقره ولا هي غير مستقره، ودي بتفرق معانا جدا. وكمان الجستيشنال ايج، هي وصلت لكام اسبوع من الحمل الجستيشن اوف بريجنسي، لان طبعا بنخاف من البري تيرم وبنخاف بقى من اللانج ايماتشورتي والكلام ده كله. فاحنا عندنا اربع سيناريوهات او اربع مواقف كل واحد منهم له تعامل مختلف. ايه هو؟ اول واحد خالص عندنا ان يجي لنا حاله انستيبل هيمودايناميك، يعني انستيبل غير مستقره على مستوى الدم والكلام ده كله، بس تكون الحمل بتاعها وصل للترم، يعني 37 اسبوع هم اكتر من الحمل. فاحنا دي مشكلتنا الوحيده كده مع الام بس، انما الفيتس جاهز على الولاده ان هو خلاص ايه قعد فترته وبقى كويس جدا مش اي مشكله خالص. فاحنا في الاول هنعمل كوركشن للجينرال كونديشن، تمام؟ هنحاول نعمل لها استبريشن للدم اللي عندها وبينفيوجن والكلام ده كله، والكلام ده هنناقشه بالتفصيل في بوست بارتم ان شاء الله بعد كده يعني. وبعد كده بقى هنوردها عادي جدا بروم دليفري مش اي مشكله، بس غالبا هيبقى بالسيزاريان سكشن. طب لو جت حاله بقى الحاجتين وحشين انستيبل وفي نفس الوقت ايه بري تيرم، هنعمل ايه؟ هنحاول نخلي حالتها تبقى مستقره، هنتحكم في الهيمودايناميك انستابيلتي دي، تمام؟ وبعد كده هيبقى عندنا سيناريو الاثنين، اما بقى ان احنا اتحكمنا في الحاله بالفعل والام والطفل الاثنين حالتهم بقت مستقره بقى مستابلايزد، وقتها هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها اكسبكتنت مانجمنت، ان احنا هنحاول نستنى عليها ونراقبها لحد ما تبقى تيرم، لان احنا ده اهم حاجه عندنا ان الطفل ينزل تيرم. طب جينا بقى نصلح المشكله، واما ان المشكله اتصلحت شويه بعد كده حصل ريكرنت بليدنج ان النزيف رجع تاني، او ان هو ريفراكتوري ان هو ما استجابش على السن ايه للعلاج من الاساس، وقتها هنولد غصب عننا وبرده بالسيزارين سكشن. طب لو جت حاله بقى ستيبل وتيرم زي الفل، دي فشل خالص بقى، يعني حاله مستقره وكمان ايه قعدت فتره الحمل كامله تمام مش اي مشكله خالص، وقتها برده هنوديها تولد في مكان طبعا يكون مجهز، يعني زي مثلا مكان فيه اكياس دم كويس طبعا بعدد كويس عشان لو احتاجناها اي سبب إن كان، مكان تيرشري سنتر مستشفى تخصصيه، وخلال حيولدها كمان بقى اختيار بقى الاوبشن هنا هولدها طبعا نورمال ولا هنولدها سيزاريان هيكون معتمد على الديجري اوف بريفيا، واحنا بنقيسها طبعا بالالتر ساوند نشوف بقى كام سنتيمترز ان هي ممكن بقى على حسب بقى لو اكتر من اثنين ولا اقل من اثنين يكون فاجنال او يكون اي سيزاريان سكشن. طب اخر سيناريو بقى لو هو ستيبل، الحاله ستيبل مستقره هيمودايناميك ليه بس هي بري تيرم، هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله بس ان احنا ايه برضو هنوبتمايز الجنرال كونديشن بتاعها ونعمل اكسبكتنت مانجمنت، هنستنى عليها لما تبقى هنطلب منها بس ان هي ترتاح في السرير كويس، وان هي تاخد انديتا بالسترويد زي اللي هو ديكساميثازون عشان ايه نسرع الهيت اللنج ماشورتي شويه. وفي نفس الوقت مش هنديها حاجه اسمها توكوليسس، دي بقى مهمه جدا عشان برضو كان في نقطه خلاف كبيره جدا عليها في المنهج عندنا، والناس بتقول لك في الراوندات في ناس قالت ان عادي ياخد تاكوليسس عادي ياخد مغنيسيوم سلفيت وعادي ما ياخدش والكلام ده كله. التاكوليسس هي حاجه هتاخر الولاده، تمام؟ احنا هنا احنا بنحاول نستغل الفتره الكويسه، يعني احنا جايه لنا حاله ستيبل وبري تيرم، احنا عايزين بس نوصلها ان هي تبقى فول تيرم، بس في نفس الوقت احنا عليه خايفين طول الفتره اللي احنا بنراقب فيها دي ان ممكن في اي لحظه الستيبل دي تبقى انستيبل، فجاه يحصل لها بليدنج يحصل لها سيبريشن، لان احنا قلنا بريفيا مش امان، بريفيا غدار جدا ممكن في اي وقت يحصل عندنا سيبريشن.
فاحنا مش عايزين نستهبل، يعني مش عايزين نستهبل، يعني احنا وضعنا كويس نستغل بقى وضع كويس ده، ان بقى مش هنقعد بقى ان انتخ ومعلش بقى نمد بقى فتره الحمله دي كام اسبوع كمان عشان بقى الوضع حلو بالتكورسز، وبقى لان احنا كده بالتكورسز دي هتقلل اليوتراين كونتراكشنز، فاحنا ايه بقى هنمد فتره الحمل زياده بالمغنيسيوم سلفيت والبيتا اجونست، فاحنا مش هنعمل حاجه زي كده، ده كونترا انديكيتد، احنا بس ايه بنستغل الوضع الكويس ده لحد ما نوصلها للترم، ومش عايزين حاجه تانيه خالص، ما تكملش حمل بعد كده. انما التكورسز دي احنا كده بنحاول بقى نمد الحمل كتير جدا، وده خطر، لان احنا كده بنزود نسبه ان احنا ايه نزود مده الحمل، فبالتالي ممكن ايه جدا بقى يحصل لها بزنس سيبريشن وتبقى الحاله انستيبل، واحنا كده ضيعنا كل اللي احنا عملناه ده. فاثناء برضه احنا بنراقبها برضه هنراقب الطفل، برضه هنعمل له مونيتورنج بقى الكارديو توجرام والدوبلر تمام، ونراقبها هي طبعا اذا كان ممكن يحصل لها ريكارنس للبليدنج او حاجه او جنرال كونشن، فاحنا بنراقبها على طول عمال على بطال يعني، ونكتب لها برضه ايرن سبلمنتس. ومهم جدا عندنا برضه حاجه مهمه قوي، ان هي لو ست ار اتش نيجاتيف زوجها ار اتش بوزيتيف وهي حامل في ار اتش بوزيتيف، لازم نديها انتي ار اتش ايمونوجلوبولينز لو جالها اي اتاك اوف بريدنج، لانها خايفين يكون دم الفيتس اختلط مع دمها، فبالتالي ايه هو هي نفسها هيجي لها تغلطات، وطفلها كان هيحصل له ايه انتي بودز هيجي له تغلطات، فطبعا الاثنين طبعا هيتضروا بشكل كبير جدا، فلازم طبعا عشان نمنع الار اتش ايزو ايمونيزيشن. هنتحكم في البليدنج ازاي لو حصل عندنا؟ اثناء ما احنا بنعمل سيزيريان سكشن في هاي بلاسنتا بريفيا، ممكن نحاول نعمل هيموستيز في نفس الوقت، ان احنا ايه نحاول نقفل البليدنج ده بكذا حاجه. ممكن نعمل اوفر سوينج البلاسنتا امبلانتيشن سايت، يعني ايه؟ يعني نيجي عند المكان بعد خلاص فصلنا البلاسنتا، المكان اللي قاعد ماسك فيه البلاسنتا في اللور سيجمنت، وناخد كام غرزه كده بشكل دائري ها بالطول كده، نقفل خالص مكان اللي كانت فيه البلاسنتا تمام. ممكن برضه نعمل تامبونيت بحاجه اسمها باكري بالون كاثيتر، ده بيكون قسطره بتتنفخ كده تمام، وتبقى شكلها كده زي البالون، بتاخد كل اليوتراين كافيتي كله، فبتضغط على المكان اللي كان فيه بلاسنتا بالشكل ده. ادي عندنا ده الكاثيتر ده بالمنظر ده عندنا كده، بعد ما اتنفخت شكلها البالون كده، طبعا ممكن تكبر لحجم كبير جدا، بتاخد كل اليوتراين كافيتي بالشكل ده. فهتعمل ايه؟ هتضغط، هتعمل كومبريشن، ميكانيكال كومبريشن على مكان البلاسنتا امبلانتيشن، فتقفل البليدنج ده. هي دي الفكره كلها بتاعت الباكري بالون كاثيتر. في عندنا ايه تاني؟ عندنا ممكن نعمل حاجتين مع بعض، يعني على حسب بقى المستوى عندنا، ممكن نعمل بايلاترال يوتراين ارتري ديجيشن، نقفل اليوتراين ارتريز بحاجه اسمها اولير ستيتش، ولو ما نفعش بقى يعني يفضل نزيد نكمل عندنا حتى بعد ما قفلنا اليوتراين ارتري، وقتها هنعمل ديجيشن بقى للارتري الام اللي هو كان طالع منه يوتراين ارتري اصلا، اللي هو ايه الانترنال ايلياك ارتري. فدول حاجتين مرتبطين ببعض. ممكن برضو نعمل حاجه مهمه جدا، نعمل حاجه اسمها ايه بلايكيشن اوف ذا لوور يوتراين سيجمنت. احنا عندنا هنا في اليوترس عندنا upper segment وعندنا lower segment اللي هو موجود عندنا بالشكل ده تمام. ده حصل عندنا ايه بقى؟ ان احنا كان عندنا في implantation في اليوتر في البلاسنتا في المكان ده، فعندنا bleeding points، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ligation حوالين ال lower uterine segment كله above و below ال transverse incision، يعني احنا عندنا incision كان بالعرض كده في ال lower segment في cesarean section، فاحنا هنعمل ligation فوقيه وتحتيه تمام؟ ونتني التانية دي على بعض، هنتني الجزء ده على اللي تحتيه، عشان كده اسمه بلايكيشن. بلايكيشن يعني احنا عملنا فولدنج، احنا تنينا مكان الغرز دي على بعض عشان نقفل البريدنج بوينتس دي تمام. وبرده حاجه مشابهه اسمها بي لينش ستيتش، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان احنا بناخد غرز كده بنعديها من ورا من البوستيريور بتاع اليوترس لقدام، من عند مكان الشم بتاع اللور سيجمنت بتاع السيزيريان سيكشن، وطبعا بعد كده نشد على الغرز قوي لدرجه ان هي ايه هيحصل برضه فولدنج اليوترس على نفسه، فبالميكانيكال كومبريشن هنضغط على بريدنج بوينتس ونمنع البليدنج ده خالص، تعمل له كنترول. وطبعا بقى لو بعد كور اللي عملناه ده ما بقاش كنترول، ده برضه هنعمل سيزارين هيستريكتومي، هنستأصل اليوترس كاملا بقى خلاص، لان بقى مهما عملنا البليدنج مش هيوقف خالص. نيجي بقى للاكسيدنتال هيموريدج. عباره عن الاكسيدنتال هيموريدج اللي احنا قصدنا عليها بيها، قصدينا على الابرابشيو بلاسنتا او الابربشن اوف ذا بلاسنتا او بلاسنتا ابربشن، يعني في عندنا كذا صيغه للكلمه دي تمام. ده عباره عن ايه؟ عباره عن بريكنج او تيرنج، ان هو هيحصل زي ما قلنا كده تقشير، ان في جزء من البلاسنتا هيحصل لها سيبريشن من الديسيدوا بتاع الاندوميتريال لايننج بتاع اليوتراين كافيتي. فاحنا عندنا عباره عن ايه؟ ده احد انواع الانتي بارتم هيبرج ممكن يحصل اثناء الحمل، بيحصل نتيجه ايه؟ بريماتشور سيبريشن اوف نورمالي سيتويتد بلاسنتا. يعني هنا ما عندناش نفس مسكت البريفيا خالص، احنا كان عندنا في البريفيا ان هي ماسكه فين؟ في اللور سيجمنت
انما احنا عندنا هنا هي ماسكه في الابر ستيبل، مفيش اي مشكله خالص زي هنا بالظبط، لكن حصل لها ايه؟ حصل لها بارشال سيبريشن وتجمع من وراء البليدنج الدم بالشكل ده، تمام؟ ايه طيب سبب حاجه زي كده؟ احنا ما نعرفش بالتعليق كالعاده، يعني الجمله العاديه بتاعت كل درس بتاعت كل كتاب يعني عندنا في الراوند ان هو اوبسكيور، مش عارفين بالظبط ايه السبب يعني، لكن برضو يعني في حاجات بتزود الريسك فاكتور ان يحصل الموضوع اكتر واكتر، يعني زي ايه؟ زي الهايبر تنشن، ده اكتر حاجه، ده الموست امبورتنت ريسبوزنج فاكتور فيهم كلهم، بالذات طبعا البري اكلامسيا والجستيشن هايبر تنشن، ان هو يعني يجي لها ضغط اثناء الحمل، يعني هي تبقى قبل الحمل ما عندهاش ضغط، لكن لما تحمل يجي لها بقى ضغط الدم المرتفع ده، والاسنشال هايبر تنشن ان هي تكون اثناء ايه عندها ضغط دم من قبل الحمل، او يفضل كمان ضغط الدم ده مكمل معاها كمان بعد الحمل، فهو ملوش دعوه بالحمل، هو بس الصدفه ان هو كان موجود وان هي حملت على وجوده يعني. كل دول بيكون معاهم البريزنت الابربشن. ايه كمان؟ هاي مالتي فرايتي، طبعا زياده طبعا البريشر جوه يوتراين كافيتي السبب كذا طفل برضه ممكن يزود الاصابه بمصيبه زي دي. الادفانس ماترنال ايج طبعا يكون سنها فوق 35 سنه. البور سوشيو ايكونوميك كونديشن، فبالتالي مش بتتلقى انتيتال كير كويسه، مش بتروح زيارات مثلا كل فتره، مش بتتغذى كويس، كل ده طبعا ممكن يزود نسبه الاصابه حاجه زي كده. مال نيوتريشن، تغذيه سيئه زي الفوليت ديفيشنسي. سموكينج، التدخين انه هيعمل فاسو سبازم، فبالتالي ممكن يعمل عندنا يعتبر اندوثيريال دامج في الفاسلز، بالتالي طبعا ايه يحصل لها رابشر ويحصل عندنا البريدنج بالشكل ده. تروما، ايا كان بقى التروما، ممكن اكسترنال مثلا للابدوين مثلا خبط او حاجه، وممكن بقى حاجه زي ايه؟ زي الفيجوس اتمت للاكسترنال سيفاليك فيرجن، احنا كنا شفنا النوع ده كنا بنعمله فين؟ مع التوينز في ولاده التوأم، كنا من الولد الاولاني والثاني، لو لقيناه مش نازل انتيريو بستيريو يعني لقيناه مثلا موجود ترانسفيرس، كنا بنحاول نعمل الكلام ده عشان نعدله نخليه مثلا يبقى ينزل بريتش احسن بكتير ما ينزل ايه ترانسفيرس، ان هو مش هينزل ترانسفيرس اصلا يعني. طب شكله عندنا ازاي الاكسترنال سيفاليك فيرجن ده كان عامل ازاي؟ ده كان شكله عندنا زي الصوره هنا بالظبط، كنا بنحاول نحط ايدينا على الادوين من بره بتاع الام ونحاول نلف الفيتس جوه واحنا بنحركه من بره، تمام؟ طبعا بنحاول ايه نرجعه لوضعه الطبيعي عشان نسهل ولادته شويه. فاحنا لو يعني اللي بيعمل الموضوع ده يعني كان غشيم شويه وحرك الادوين يعني عصره في ايده بقى مش مجرد ان هو لفه، ممكن جدا يعمل عندنا ايه بريزنتال سيبريشن، وهيتسبب طبعا في انتي بارتم هيموريدج. ايه تاني ممكن يعمل حاجه زي كده؟ ممكن السب يوتراين دي كومبريشن، ان فجاه احنا كنا عاملين مينتنس بريشر جوه اليوتراين كافيتي، في بريشر معين جوه اليوترس مكمل اثناء الحمل، مره واحده البريشر نزل مره واحده قام قل جدا فجاه، تمام؟ طب ده ممكن يتسبب بحاجه زي ايه مثلا؟ ايه اللي ممكن تخلي البريشر ينزل مره واحده؟ ممكن مثلا اثناء ما احنا عندنا حاله حامل في توام واحنا ولدنا اول واحد خلاص، فبالتالي اول واحد ده لما نزل البريشر اللي موجود عندنا جوه يوتراين كافيتي قل جدا مره واحده، لان احنا خلاص ايه ولدنا واحد من الاثنين، فالتاني قاعد جوه البريشر اللي جوه كان قاعد فيه طبعا اختلف بقى اقل بكتير، فدليفري اوف ذا فيرست بيبي اوف توينز. ممكن ايه برضه حاجتين مرتبطين ببعض، ان يحصل عندنا بريماتشور رابشر اوف ميمبرينز يفرقعوا بدري عن ميعادهم، فبالتالي طبعا ايه يحصل سادن اسكيب ليكور امنياي او امنيتك فلويد، يعني ينزل عندنا زي ما قلنا بالجاش فلو ان هو يطلع عندنا كميه كبيره جدا بسرعه عاليه جدا، فالبريشر عندنا اللي كان جوه انترا يوتراين ده يقل بشكل سريع جدا مره واحده. ممكن ايه كمان؟ شورت كورد، احنا عندنا امريكان كورد يكون قصير سواء ده ريلاتيف او ابسيوت، ريلاتيف يعني هو كان قصير بالنسبه للفيتس اللي هو موجود عندنا، يعني هو بالقياسات هو طبيعي بس بالنسبه للفيتس هو مش طبيعي. وابسيوت ان هو يكون ايه فعلا يكون اقل من النورمال فاريشن في السنتيمترز بتاعته، يعني طوله فعلا قصير. ده ممكن يتسبب في ايه؟ بالذات لو احنا بنعمل ميكانيكال بول، يعني احنا في العادي بنستنى بحد اقصى ساعه من ولاده الفيتس ان البلاسنتا يحصل لها سيبريشن وينزل كمان ايه من الفاجينا بعد الفيتس، فلو هي ما نزلتش مثلا او اثناء العمليه مثلا حب ان هو يشدها يعني ميكانيكال بالايد كده، ممكن وعد مثلا لافف كده الكورد حوالين صبعه وبيحاول يشد البلاسنتا يسحبها، ده ممكن يعمل بلاسنتال سيبريشن اثناء ما طبعا ما هو بيحاول ايه بيحاول يشدوا الكورد اللي هو اثناء ايه اقصر من الطبيعي. ممكن كمان ايه ممكن يكون عندنا بريزنتال انوماليه، تمام؟ زي ايه؟ زي السيركمفري بريزنتال كنا شفناها قبل كده، ان احنا عباره عن الكوريون والامنيون بيتسلقوا ويطلعوا على الايدج بتاعت البريزنتا، تمام؟ فبالتالي ده ممكن يعمل عندنا مشكله في السيبريشن بالذات. بول بريزنتيشن ان هي تكون مش ماسكه كويس، عندنا مشكله في الانفيجن ومشكله في البراد فلو، كنا شفناها قبل كده في اليوترال ارتي دبلر، كنا شفنا حاجه اسمها كان عندنا دايستوليك نوتش لو تفتكروها، كانت عامله ان احنا عندنا سيستول وبينزل الدايستول فعمل كده وبعد كده ينزل كده يطلع تاني سيستول وهكذا، كنا مسميين دي دايستوليك نوتش، كان ده احنا عندنا في مشكله في السيركوليشن، تمام؟
فدي برضه تكون معاها ايه بريزنتال ابربشن. يوتراين فاكتور زي ايه بالظبط؟ ان يكون يوترس عندنا هو في يعتبر سبتيت يوترس، احنا عندنا يوترس وفي النص في سبتم، تمام، سواء بقى كانت بارشال او كومبليت، وان يكون البلاسنتا ماسكه عندنا بقى بدل ما هي ماسكه في الاندوميتريال لايننج، لا هي ماسكه فين؟ في السبتم نفسه، تمام. فطبعا السبتم ده لا هو التكنس بتاعته مظبوطه، يعني هو السوك بتاعه طبعا ارفع بكتير من الوول، وفي نفس الوقت مش مهيئ بالاستراكشرز بتاعت الاندوميتريال وول، وفي وسط كمان بلاد سبلاي كافي. ده كل دي طبعا مشاكل تخلي ايه ممكن يحصل جدا عندنا سيبريشن ده بلاسنتا، او ممكن كمان يكون عندنا سب ميوكس فايبرويد، اللي هو الفايبرويد اللي هو كان بيبقى عندنا في نفس مكان الامبلانتيشن، وكان طبعا ممكن يعمل عندنا مشاكل كبيره جدا يؤدي الى ابورشن في الاخر. ممكن برضو حاجه مشابهه للسموكينج برضو ليها علاقه برضو بالادمان، وهي الكوكين ابيوس، برضو هيؤدي الى فاسو سباسم. طبعا قبليه هيكون عندنا في زياده في الترانسيانت هايبر تنشن، يعني هيسيب فتره محدوده وينتج عنه في الاخر بريزنتال ابربشن. ممكن برضو لو الحاله عندها ثرومبوفيليس، عندها مشاكل ان هي عندها زياده كلوت فورميشن، بيتكون عندها جلطات اكتر من الطبيعي، سواء بقى كانت المشكله انهرتت وراثيه، او سواء كانت اكوارد بقى جت لها بعد كده في حياتها، ده برضه بيحصل معاها انكريز بلاسنتا الفاكس، يحصل احتشاء او تجلطات في البلاسنتا، فطبعا ممكن يعمل عندنا اي ابربشن برضه. وان يكون هي اساسا الحاله عندها هيستوري ابربشن، هي كانت حامل قبل كده وحصل لها بلاسنتا ابربشن، فبالتالي النسبه ان هي يحصل لها حاجه زي كده، ان يحصل لها ريكارنس يعني، بيكون بين 5 ل 15%. عندنا هنا كلاسيفيكيشن لانواع البليدنج في حالات البريزنتال ابربشن. طبعا زي ما قلنا قبل كده بيكون تقريبا في كل الحالات بيكون ماترنال اورجن، يعني ان الدم مصدر الام، لكن لو حصل عندنا بريزنتال تير، يعني بقى عندنا احنا عندنا هنا بنتكلم على بريزنتال سيبريشن او الابربشن، ان هي بريزنتال اتاثرت من الدواء، لكن هي بريزنتال نفسها سليمه. لكن لو حصل بقى ان بقى في عندنا قطع او انجري في البريزنتال نفسها، وقتها ممكن يحصل يبقى عندنا فيتال بليدنج، يبقى عندنا كمان نزيف من الطفل. طيب في عندنا ثلاث انواع، عندنا ريفيلد وعندنا كونسيلد وعندنا ميكست. الريفيلد والميكس الاثنين 40% من الحالات، والكونسيلد 10% بس، ودي حاجه كويسه ان الكونسيلد بشكله كتير جدا. الريفيلد يعني احنا بيحصل عندنا نزيف، بيحصل عندنا بليدنج، والست بتكون شايفاه واحنا كمان شايفينه، ليه؟ لانه خرج من اليوترس ونزل من السيرفكس وطلع لحد الفاجينا وخرج اكسترنالي، فاحنا شايفين الدم نازل عامل ازاي، تمام؟ ده ان هو بيحصل عندنا سيبريشن اوف البلاسنتا، والبلاد ينزل ما بين الممبرينز، بيعدي ما بين الانوتيك ممبرينز والكوريون والكلام ده كله، تمام، والديسيدوا لحد ما يطلع من السيرفكس، وبعد كده يطلع طبعا من الفاجينا بره خالص، واحنا ايه شايفينه فيزابل اكسترنالي، تمام. فدي حاجه كويسه احنا شايفين النزيف ده. الكونسيلد بقى عكسه تماما، بيحصل ايه؟ الدم بيتجمع فين بقى؟ ورا البلاسنتا، ورا سبيل البلاسنتا، او متجمع ما بين الممبرينز والديسيدوا، ممكن يتجمع هنا برضه، بس هو ايه ما طلعش بره اليوتراين كافيتي خالص. فده طبعا مشكله كبيره جدا، ان هو احنا كده ايه النزيف ده شغال جوه انترنالي واحنا مش شايفين ولا حاسين بيه، فهو بيطلعش اصلا من السيرفكس. ايه اللي بيمنع ان هو يخرج؟ ممكن مثلا تايتلي كلوز سيرفكس، ان السيرفكس نفسها قافله عليه زي هنا بالظبط، مقفوله كويس جدا عليه. ادهرنت ممبرينز، ان الامنيوتيك ممبرينز والكوريون يكونوا لازقين في اليوتراين وول، فبالتالي مش شايفين مساحه يعدي منها بريدنج ده اصلا. او ان يكون في بريزنتنج بارت خاص بقى بالفيتس، زي مثلا ان هو الهيد الراس بتاعته مثلا نزل تحت، فالراس دي عند اللور سيجمنت، فقافله برضه على السيرفكس، وبالتالي ايه مش مديه مساحه للدم ان هو يطلع خالص بره اليوتراين كافيتي. فوقتها الدم هيتجمع كده ورا امنيوتيك ساك، ورا امنيوتيك ساك خلاص بتجمع كده وراها بالشكل ده، وبعد ما بيحصل لها رابشر للممبرينز دي، وقتها بقى الدم هيختلط مع الامنيوتيك فلويد، ويبقى عندنا امنيوتيك فلويد ستيند وذ بلاد، يعني هو لون متعكر بدون الدم. وفي عندنا بقى النوع الميكست، ده عباره عن ايه؟ ده مزيج من ده من ده على ده، يعني احنا عندنا في نزيف شويه نزيف خارجين شايفينهم من بره، وعندنا شويه نزيف فيه متجمعين ورا البلاسنتا، تمام؟ فاحنا كده عندنا شويه بيكونوا انسايد كونسيلد، وشويه بيكونوا اكسبيلد اوت، بيكونوا ريفيلد، يعني شويه كده وشويه كده. بالنسبه بقى للتاثير النزيف ده على الماتيرنال، طبعا ان هو ان يفضل طبعا مكمل عندنا كونتينوينج بليدنج بروت اكسبانشن، هينتج عنه ريفيلد بليدنج، تمام؟ ان طبعا مهما تجمع الدم لو زاد طبعا جدا عن الطبيعي يعني جوه هينزل يعني، وهينتج عنه في الاخر بقى للاسف ايه بقى ماتيرنال شوك، ان احنا طبعا ايه بعد ما الدم فضل يتجمع جوه بكميات ضخمه نزل مره واحده، فبعد كده ايه نتيجه ان هي حصل الدم كتير جدا حصل لها ماتيرنال شوك. طب تاثير بقى البريزنتال ابربشن وبريدنج ده هيأثر ازاي على الماتيرنال سايد وعلى الفيتال سايد؟ على الفيتال سايد طبعا هيبقى عندنا في ان البريزنتال حصل لها سيبريشن، وبالتالي مش موصله دم كافي واكسجين كافي ونوترينس كافيه للطفل، فيبقى عندنا ريديوس سبلاي اوف اوكسجين فيتس، في الاخر هيدخل ايه بقى في ديستريس، يبتدي بقى يحصل له بقى مشاكل طبعا زي بقى في الهارت ريت في الكلام ده كله، في الموفمنت وفي الاكتيفيتي وفي البريذنج، وينتج عنه بقى ان هينتج بقى ميكونيوم كتير، عندنا ميكونيوم ستيند وينتج فلويد والكلام ده كله.
ماتيرنال سايد هيفضل بقى ريدنج مكمل بقى من ناحيتها، هو اللي هو اساسا احنا قلنا بيكون اولموست اولويز ماتيرنال، ان هو الدم يعني جاي من الام يعني، وممكن بقى ينتج عنه كروت اكسبانشن. احنا عندنا بقى بيحاول بقى الجسم بيحاول يتحكم في الدم، بيحاول يعني الجلطه عماله تزيد 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 يعني. بس طبعا لو النزيف ده فضل مكمل وفضل مستمر فتره كبيره جدا، هينتج عماله في الاخر ريفيل بليدنج، ان هو هيخرج من كتر هو كتير جدا يخرج بره السيرفكس وبره الفاجينا، وهيكون وقتها خسر الدم كتير جدا لدرجه ان هي تخش في حاجه اسمها ماتيرنال شوك، تدخل في صدمه. تمام. طب هو ازاي بقى حاجه زي بسكيل ابربشن بيحصل عندنا؟ الميكانيزم معتمد على ايتيولوجيكال فاكتور باختلاف انواعها طبعا. يعني مثلا في البري كلامس زي ما شفناها قبل كده بيحصل سبازم في فيسلز في اليوتري بلاسنتال باد، ان احنا عندنا في ارتريس بالذات السبايرال ارتريس بتغذي ايه البلاسنتا من جوه من ناحيه الجدول، تمام، هيحصل لها سبازم هتقفل، فيحصل لها انوكسيك اندوثريال دامج، نقص بقى في الاكسجين والدم اللي وصل لها، وبالتالي يحصل دامج للاندوثريال لايننج، فبالتالي طبعا هتفضل ترفع فيسلز دي لحد ما يحصل لها رابشر يبقى فيسلز ويطلع منها بقى الدم. تمام. يتجمع فين بقى؟ في الديسيدو ابيزاليس اللي هو هيكون ريتور بلاسنتا هيماتوما، تجمع دموي ورا البلاسنتا. الديسيدو هيماتوما ده هيعمل عنه ايه بقى؟ هينتج عنه سيبريشن للبلاسنتا، طبعا هيفرق البلاسنتا من الديسيدو اتاتشمنت اللي هي بيزاليس يعني بالظبط. وده بقى يؤدي بقى الى variable degrees of prevention of metabolic exchange، لان احنا طبعا بقى عندنا البلاسنتا مش متوصله خلاص كده بقى ايه للديسيدو، فهيبقى عندنا بقى نقص بقى نيوتريانس على نقص ممكن كل انواع الفيتامينز، كل انواع الحاجات اللي احنا كنا بنبعتها مثلا زي الامينو اسيدز والحاجات دي كلها، واهمهم طبعا ايه نقص الاكسجين، يؤدي الى في الاخر بقى الى فيتال هايبوكسيا، ممكن يوصل معانا للدث. ودي صوره عندنا للتجمع الدموي ورا البلاسنتا، قال البلاسنتا هي مش اي مشكله خالص هي، وطبعا الدم المتجمع وراها ده المتجلط ده هو ده ريترو بلاسنتا الهيماتوما نتيجه الرابشر بتاع الفيسلز اللي هو السبايرال ارتريز والاكسترا فيجن اوف براد اللي اتجمع ورا في الديسيدو بيزلز. نيجي بقى نشوف بقى الاعراض اللي عبانا عندنا شكلها عامل ازاي. تمام. عندنا في الاول لو جينا بصينا على اليوترس من بره، بصينا عليه من بره بالشكل، تمام، احنا كده اليوترس عندنا بصينا عليه من بره كاننا كده فاتحين في البطن وبصينا عليه من فوق. عندنا حاجه اسمها كوفيلير يوترس او اليوترو بلاسنتال ابوبلاكسي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الدم عندنا، تمام، بدل ما هو كان ينزل هيطلع من السيرفكس وبعد كده من الفاجينا، لا الدم فضل يتجمع ورا البلاسنتا، تمام، فضل يتجمع وراها ويزيد ويزيد، لان ده في النوع الكونسيلد، تمام، وحصل ايه بقى؟ عدى من الاندوميتريال لاير، تمام، وبعد كده دخل جوه اكتر لقى الميوميتريال لاير، بقى انتشر الدم ده وسط المسل فايبرز، وممكن كمان لو شد حيله شويه كمان النزيف ده يزيد اكتر واكتر يعني، كمل لحد البروتونيال لاير او السيروزا اللي هي محوطه اليوترس من بره خالص، وممكن بقى لو زاد اكتر واكتر واكتر يحصل رابشر او تيرنج في البروتونيه من محوطه اليوترس ده، والدم بقى يتجمع عندنا فين؟ في البروتونيال كافيتي. فاحنا عندنا الدم ده بدل ما من كتر ما هو كونسيلد ومزنوق البلاسنتا، لا قرر ان هو هيطلع في الاتجاه المعاكس، هيعمل انفيجن لليوتراين وورد اللي هي بتاعته كلها. فعندنا تمام كده عندنا ماسيف انترافيشن اوف براد لحد فين بقى اليوتراين ماسكليتشر، وممكن يوصل معاه لحد السيروس كود زي ما قلنا بالظبط. بالعين المجردة كده احنا بصينا على اليوترس من بره هنلاقي ايه؟ ممكن نشخصها بس لو عملنا لابارتومي. ده عباره عن ايه؟ بنعمل سيرجيكال انسيشن، شق جراحي كبير كده في الابدومين، ونخش نبص كده بعينينا من نال الاورجن، يعني مش بنستخدم منظار، لو كنا استخدمنا المنظار كنا سميناها لاباروسكوبي، وبيكون زي ما قلنا الفرق قبل كده بين لاباروسكوبي ولابارتومي. لاباروسكوبي بيكون عندنا الشق صغير جدا قد كده حجم كده طبله الباب بتاعت المفتاح كده بالظبط، حاجه صغيره جدا نخش بس منها بمنظار. انما لابراتوري بيكون شق في الابدومن كبير لدرجه ان احنا بنخش منه وبنبقى شايفين يوترس من بره شكله عامل زي الصوره عندنا هنا بالظبط. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان لون يوترس من بره اللون بتاعه متغير، واخد حاجه اسمها دارك بورت واين كلر، ان هو هيكون لونه يعني مزيج بين اللون الاحمر الريد واللون البيربل اللي هو لون الايه البنفسجي. ممكن يكون باتشي، ممكن يكون فيه اجزاء زي كده مثلا متجمع فيها النزيف، او ممكن يكون ديفيوز ان هو كون يوترين كله من بره مصبوغ باللون ده. في الاول خالص لما يجي يتجمع لون زي ده هيتجمع فين؟ هيتجمع عند ارفع نقطه في اليوترس، ان ده اسهل نقطه يحصل لها ايه؟ انفيجن بالبلد او انترافيزيشن يعني، اللي هو هيكون في ارفع نقطه بالظبط في اليوتراين، وهو هيكون عند الكورنو اللي هو اطراف اليوترس لما كان هيبقى عندنا بالشكل ده لو تفتكروا، تمام؟ كان بيبقى عندنا كافيتي يعني شكلها كده يعني على الماشي كده، كان بيبقى ده ايه؟ ده الكورنو اضيق وارفع حته في اليوتراين، وهو فده اول مكان هيبان فيه غالبا الانترافيزيشن بتاع البلد ده. قبل طبعا ما ينشر لباقي الاماكن في اليوترس كله يعني، تمام؟ وطبعا هيبقى ازيد مكان هيتجمع فيه الدم هيكون المكان اللي هو فيه البلاسنتا نفسها، تمام؟ ان الدم كله متجمع ايه؟ ريترو بلاسنتا في الكونسيلد تايب.
ممكن كان يبقى فين، ممكن يبقى عندنا كمان سب بروتونيال بتيكيا هيماريدوس، هيبقى عندنا نقط كده تمام، مجرد نقط كده متفرقه من النزيف باينه عندنا تحت البروتونيال لاير اندر البروتونيال بروتونيوم، وممكن تمتد ان هي توصل لحد البرود ليجمنت لان هو اصلا انتشار او امتداد يعني للبروتونيوم كده كده. وممكن يبقى عندنا كمان ايه فري بلاد في البروتونيال كافيتي، زي ما قلنا لو حصل ان بقى في شقوق صغيره في البروتونيوم عدت الدم للبره، او برود ليجمنت هيماتوما تجمع للدم في برود ليجمنت. بالمايكروسكوب بقى هنبقى نلاقي المنظر عامل ازاي لو جينا بصينا على المسلز مثلا، هنلاقي ان المسلز دي هتكون نكروزد تمام، خلاص تحللت. ليه؟ لان بقى عندنا ان بقى في تجمع للدم، الدم ده دخل وانتشر وسط المسل فايبرز تمام، وتجمع للبلاد والفلويد ان بتوين المسل باندلز، وده كمان هيؤدي كمان لايه؟ ان البلاد فيسلز اللي هي كانت موجوده وموصله لحد المسل لحد اليوتراين مسل وول يعني وين المسل فايبرز وبعضها، هنلاقي فيها اكيوت جنريتيف تشينجز ابتدت تتحلل وتتكسر هي كمان بسبب ان الدم بيضغط عليها مع الثرموز تغلطات، وهو ده سبب النكروز اللي هيحصل عندنا فين؟ في اليوتراين مسلز. ومعظم المسل ديسوشيشن ده بيحصل فين؟ بيحصل في الميدل والاوتر مسل ليرز. الميدل اللي هي طبعا كان فيها في سيرجيكال تورنيكيت اللي هي الفيجر اوف 8، لان دي اساسها هتكون البلفز ماشيه في وسطها اساسا، يعني كان عندنا بالشكل ده كده تمام، وكان ماشي وسطهم البلفز يعني كان ماشيه في نصهم بالشكل ده والشكل ده والشكل ده، فدي هتصاب بشكل كبير جدا. والاوتر لونجيتيودنال مسل فايبرز كمان. والسيروز زي ما قلنا ممكن من كتر الدم اللي اتجمع تحتيها بروتونيه اللي هي ممكن تسبريب، ممكن يحصل لها شقوق صغيره كده يطلع منها الدم، فالدم يدخل عندنا فين بقى؟ للبروتونيه الكافيتي. وبالرغم من ان احنا عندنا انترافيجن اوف بلاد وصل لحد المايوميتريا اللي هي يعني كل المسل فايبرز وسطها بلاد وكلوتس وكل المشاكل دي كلها، الا ان المايوميتريا الهيماتوما ده تمام نادرا جدا ما بيأثر على يوتراين كونتراكشنز، اللي هي يوتراين كونتراكشنز معتمده كلها على المايوميتريال لاير بالذات، فلو فيها مشكله هيبقى في مشكله عندنا في يوتراين كونتراكشنز. لكن وجود عندنا مشكله زي الكوفيلار يوترس ده ما يعتبرش انديكيشن لاي حاجه زي الاستريكتومي تمام، يعني احنا بنعرف نتحكم في المشكله دي وكده كده ما بتأثرش على اليوتراين كونتراكشنز، فبالتالي ايه مش بنعتبر ان دي انديكيشن ان احنا لازم نشيل يوترس ان هو خلاص كده بقى بايظ ما بقاش شغال عندنا خلاص. في عندنا تشينجز او تغييرات كام بيحصل عندنا في الاورجز الثانيه غير اليوترس، بس في الاول قبل ما نخش على الموضوع عايز اقول حاجه مهمه جدا. احنا في الاول عندنا في البلاسنتال سيبريشن عندنا في جزء من البلاسنتا حصل له سيبريشن، وعندنا ان يعني في سبايرال ارتس عماله تعمل بريدنج وبتعمل ريترو بلاسنتا الهيماتوما، النزيف شغال ما بيقفش. دلوقتي النزيف ده حصل مره واحده فجاه تمام، مره واحده الجسم كان كويس، قام مره واحده البلاسنتا حصل لها سيبريشن فالدم خرج مره واحده كميه كبيره جدا ورا البلاسنتا. الجسم بيعتبر ان الموضوع ده خضه مره واحده، ان هو ايه اللي هو الموضوع ان هو اتفاجئ ان فجاه كده بقى عندنا بليدنج بيحصل من البلاسنتا والجسم مش عارف يعمل ايه. واحنا في العادي من غير ما ننسى يعني حاجه مهمه زي دي، ان في اثناء الحمل بيبقى عندنا في كواجوليشن الدم، الكواجوليشن فاكتورز كلها بتكون زايده عن الطبيعي، يعني كده كده الكواجوليشن عندنا في حالات الحمل بيكون ازيد من العادي، ده فيسيولوجيكال من غير اي مشكله خالص. فالجسم بتاع الام الحامل ده زي ما قلنا لما يلاقي عنده بريدنج خرج مره واحده بتخض مش بيعرف يعمل ايه، بيتوتر من الموقف نفسه وبيعمل عندنا مصيبه هتعمل لنا مشكلتين. المصيبه دي ان هو هيعمل ايه؟ هيفعل كل الكواجريشن فاكتورز اللي في الجسم كله تمام، هيخلي الجسم كله يعمل كواجريشن تمام، يبقى الجسم كله هيبقى فيه هايبر كواجولابل ستيت. ده هينتج عنه مشكلتين. المشكله الرئيسيه ان احنا هيحصل عندنا ديبليشن لكل الكواجوليشن فاكتورز، لان الجسم كله بقى استهلك كل المخزون اللي عنده الكواجوليشن فاكتورز تمام، وده هيسبب عندنا ايه بقى؟ ان هيبقى عندنا في تجلطات في كل الجسم في كل الاورجنز، هيبقى عندنا في ديبوزيتس او حاجه اسمها مثلا فايبرين او فايبرين برودكتس اللي هي مكونات تجلطات تمام، موجوده عندنا بقى في الليفر، موجوده عندنا في الكيدني، ممكن تبقى في اورجنز ثانيه كتير جدا تمام، لان الجسم كله بقى فيه هايبر كواجوليشن. ادي اول مشكله. تاني مشكله ما هو بقى هيحصل عندنا ايه؟ ان احنا كنا والله احنا كنا محتاجين الحاجات دي عشان يوقفوا النزيف اللي شغال عندنا في البلاسنتال، يعني احنا كنا غرضنا من كل ده ان احنا نوقف النزيف اصلا. لا احنا عملنا ايه؟ الجسم ضيع علينا كل حاجه، هو حرفيا عمل كواجوليشن في كل الجسم ما عدا المكان اللي احنا كنا عايزين نعمل فيه كواجوليشن اللي هو ريترو بلاسنتال، فاحنا استهلكنا كل المكونات اللي عندنا بتاعت الكواجوليشن في ولا حاجه، او بالعكس في اسوء من ولا حاجه، احنا ضرينا الاعضاء اللي كانت سليمه. احنا ما كانش عندنا مشكله في الليفر ولا كان عندنا مشكله في الكيدني، لا ده هو كده عمل لنا فيهم كواجوليشن وساب المشكله كلها تمام، وسابها بقى شغاله مع نفسها عامله بليدنج بقى ما فيهاش خالص كواجوليشن نهائيا، او ممكن يحصل فيهم شويه كواجوليشن صغيرين جدا ده لو اتبقى اي شويه فاكتورز من كل بقى الهايبر كواجولابل ستيت اللي عندنا في الجسم كله. فاحنا عندنا ان الجسم اتخض مره واحده من النزيف، عمل هايبر كواجوليشن في الجسم كله،
ادى لتكوين ديبوسس وكلوتس عندنا في كل اعضاء الجسم تقريبا في كل الاماكن. فلما جينا بقى احتاجنا بقى المكونات بتاعت الكونديشن دي عندنا في البلاسنتا عشان نقفل البليدنج، ما لقيناش حاجه، فضل النزيف عندنا مكمل. تمام، فاحنا عندنا في الاورجنز الثانيه زي الليفر هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا طبعا غير لو هي كان عندها بري كلامس او تاثير بري كلامس على الليفر اساسا، يعني هيبقى عندنا ايه؟ وجود فايبرين نوتس، احد بقى منتجات الكواجوليشن. تمام، في الهيباتيك ساينوسويدز. في الكيدني برضه هيكون عندنا مشاكل زي ايه؟ عندنا اكيوت كورتيكال نيكروسيس في الكورتكس، نيكروسيس عندنا بس عندها في الكورتكس، او اكيوت تيبولار نيكروسيس. ده بيحصل ليه؟ بيحصل غالبا بسبب انترا رينال فاسوسبازم نتيجه الماسيف هيموريدج. تمام، ومعاها برضو ايه؟ ان في عندنا برضو ترصد مكونات حاجه اسمها ديسيميتد انترا فاسكولار كاجلوباثي، برضو بسبب ان احنا ما عندنا هايبر كاجلا والست اللي احنا قلناها دلوقتي من شويه مفيش دقيقه. تمام، وان يكون عندنا كمان بروتينوريا، حاجه من الاثنين، يا اما تكون بسبب رينال انوكسيا. تمام، بسبب ان الكيدني مش وصل لها الراس الله كافي فعندها نقص اوكسجين والكلام ده كله، فدي كده هتختفي بعد الدليفري، يعني مجرد بس ما هي تولد المشكله هتتحل. اما بقى لو بروتينيوريا بسبب بري كلامسيا فدي هتطول اكتر شويه. تمام، كان عندنا في بري كلامسيا كان عندنا ثلاث حاجات، عندنا ايه؟ كان عندنا هايبرتنشن، وكان عندنا بروتينيوريا، وكان عندنا اي دي. عندنا كمان بقى كمان احنا قلنا ده بقى كله تاني تكرار ليه؟ عندنا بقى كوجلوباثي، عندنا زياده تغلطات في الدم كله بسبب ان احنا عندنا استهلاك كبير جدا للبلازما فايبرينوجين اللي هو بيشارك معانا في الكلوتنج بتاع الدم، يعني بسبب الديسيميتد انترا فاسكولار كوجليشن وريتر بريزنت بليدنج اللي هو مكمل معانا طبعا، هو كان مصدر المشكله دي كلها. ففي عندنا اوفرت هايبو فايبروجينيميا، ده احد المكونات الفايبرين ده كنا بنستخدمه عندنا في التغلطات، فهيقل جدا بسبب احنا استهلكناه كله، هيبقى اقل من 150 ملي جرام بير ديسليتر. وهيبقى عندنا كمان بقى ايه؟ ان احنا بعد ما احنا كونا التغلطات دي، تمام، هيبقى عندنا بقى ان الجسم لازم يحاول يكسرها، فهيبقى عندنا بقى شويه برودكتس بقى مكان التكسير اللي احنا الجرات اللي احنا كسرناها وحللناها خالص، فيبقى عندنا elevated levels of fibrin degradation products والدي تايمر، دي حاجات بتبقى مكونه حاجات فاضله بعد ما كسرنا الفايبرين والكروتس اللي كانت مكونه عندنا في الدم. وده بيبقى مور كومن في الكونسيلد هيموريدج ان هو اللي هو مستخبي. ليه؟ لان هو كان عندنا فيه انكريز انترا وتراين بريشر بسبب ان احنا عندنا طبعا البريدنج بس الريترو بلاسنتا ورا البلاسنتا كلها بيتجمع وراها، فده يجبر ان الدجاجشن سيب تدخل عندنا فين؟ في البلاسمز، في الارتنز، السباي ارتنز، ومنها بقى السيركوليشن كلها. وبيحصل عندنا كمان في بيتور جلاند بسبب بيتوري او بلاكسي، يعني يحصل عندنا انتيريو بيتوري نيكروسيس بسبب حاجه اسمها شيان سندروم، ان احنا كان عندنا قلناها قبل كده في كتب الجاينيكولوجي ان الست تكون بتولد وتخسر كميات ضخمه من الدم لايف ثريتنج اماونتس اوف بلاد، ده هينتج عنها اسكيميا والنيكروزس في الانتريو بيوتري جلاند، وكان بيحصل كمان سبيرنج للبستري بيوتري ان هي كان بيجي لها بس بلاي مختلف، فعشان كده كان عندنا الانتريو بس اللي كان مثلا عندنا فيها مشكله في حالات زي ما قلنا الماسف بريدنج والشوك. طب الاعراض بتبان عامل ازاي بالكلينيكال بيكشر؟ هي طبعا بتختلف يعني على حسب طبعا كميه النزيف، وكمان برضو على حسب النوع بتاعها، يعني ريفيلد غير كونسيلد، يعني مثلا ممكن يبقى عندنا مايلد ريفيلد كميه قليله جدا نازله احنا شايفينها، يعني نازله من الفاجينا في ستيبل بيشنت، لان هي كميه ماشيه مع الحاله، يعني كميه قليله فبالتالي حاله مستقره. طب حالات ايه؟ الريفيلد اكسنتال، فاحنا كده شايفين الدم نزل قدامنا. تمام، اما بقى ممكن يكون عندنا ايه بقى؟ يكون عندنا ريفيلد لاتس لوس، يعني شايفين شويه تمام، لكن ايه عندنا ماتيرنال شوك تمام وسيفير فيتال ستريس لحد الدف. فده كده يبقى ازاي؟ يعني ده يكون في حاله الماسيف كونسيلد هيمرجن، يكون عندنا مثلا حاجه زي الميكس تايب، فاحنا عندنا شايفين كميه دم قليلين جدا تمام، ريفيل بلاد نازلين، بس فجاه كده لقينا الحاله بقى عندها ماتيرنال شوك، كانها حصلت كميه دم ضخمه وفي سرين فيتال ديستريس، معنى كده ان الدم مش وصل للطفل بشكل كويس وممكن كمان يوصل لفيتال ده، فمعنى كده ان الدم ايه كان عندنا ايه؟ الشويه اللي كانوا طالعين دول كانوا شويه خدعين، الشويه كانوا ريفيل دول، انما كان عندنا كميات ضخمه كونسيلد هيمورج موجوده جوه اليوتراين كافيتي ورا البلاسنتا. ولذلك اي بيشنت عندها سسبكتد او ابربشن، سواء بقى كان كونسيلد بقى هيمورج او سواء كان ريفيلد او ميكس حتى، طبعا لازم رعايه مهمه جدا، رعايه كامله فول اتنشن، نهتم بيها بشكل كبير جدا، ويجي لها طبعا احسن انواع الرعايه من السينيور ستاف، من بقى ناس متخصصين اللي هم ايه عندهم خبره عاليه جدا في المجال ده. الاعراض شكلها عامل ازاي؟ عندنا بين تمام، ده على عكس بقى البريفيا خالص. عندنا يوتراين ماسكليتشر انيشن، مثلا احنا عندنا انترافيشن اوبرات شفناها احنا عندنا تمام، ان هو الدم بيخش عندنا بتوين المسل فايبرز فبيعمل عندنا استيميشن للنيرف اندنجز يعمل لنا بين. عندنا فاجينال بليدنج طبعا بسبب السيبريشن. عندنا سيمتومز اوف بري كلامس، هي ممكن تكون موجوده وممكن تكون هي اساسا سبب المشكله كلها من الاول.
ويكون عندنا برضو سنتس اوف شوك على حسب برضو كميه الدم عامله ازاي. ممكن لو عندنا ريفيد وكميه ضخمه وقتها هيكون الاعراض ان هي عندها شوك شيء منطقي ان هي حصل دم كبير جدا، كميه دم كبيره يعني. او ممكن يكون عندنا نوع مثلا زي الميكست، فعندنا شويه دم قليلين ريفيلد والاغلبيه كلها كونسيلد، فيكون كده ديسبروبورشنت للاماونت اوف بلاد لوس في حاجه زي الكونسيلد. بالنسبه للساينس، في الجنرال ساينس هنلاقي عندنا نقص في السيستوليك بلاد بريشر، حاجه اسمها دي كاباسيتيتد سيستوليك بلاد بريشر. احنا عندنا ايه الدايستوليك زي ما هو ما بيتاثرش، انما السيستوليك هيبقى عندنا لو بيك هيقل تمام، مع مينتين دايستوليك زي ما هو، بسبب ان احنا عندنا شوك في حالات اللي هي البري اكلامتيك بيشنتس. عندنا شوك برضو قلنا بيكون ديسبروبورشنت في حالات اللي بتكون عندها كونسيلد هيموريدج، وممكن يكون عندنا ساينز اوف بري اكلامسيا طبعا بقى باقي الحياه كلها ليه مع حاله البري اكلامسيا. باللوكال اكزاميشن بقى بالفحص اللوكال عندنا يوترس نفسه هنلاقي فيه يوتراين تندرس، يعني لو لمسنا الست في منطقه الابدون عند يوترس هتتوجع هيجي لها بين. ورجيديتي للمسل وول بسبب ان هي على طول متشنجه جامد، وهايبرتونستي ان طبعا بسبب ان احنا عندنا في البلود بقى متجمع بين المسل فايبرز في الميوميتريم، فبقى عندنا زياده في المسل تون بتاعه اليوترس تمام. هتبقى مور ماركت كمان ايه كوجنايس بالكونسيل، ان الكونسيل ده هو اللي بيحصل فيه تجمع البلود جوه المسل لاير. الفاندل ليفل لو كان عندنا كونسيد هيكون هاير، لان الدم عمال يتجمع ورا البلاسنتا وعمال بيزق الفاندس لفوق بيرفعه لفوق هيرفع عندنا الفاندل هايت. ولو عندنا حرق انتا يوتراين جاست ستريكشن، يعني عندنا الفيتس تاثر بالمشكله دي كلها وبقى حجم اصغر من الطبيعي، وقتها طبعا هيكون الفاندل ليفل هيكون لور. وفيتال اكزامينشن ممكن طبعا نحاول نحس كده اجزاء الطفل كده من بره من الابدومين، بس وقتها هيكون صعب لو كان عندنا نوع كونسيلد بليدنج، ان عندنا الدم هيكون متجمع تحت الابدومين، فبالتالي عندنا احنا مش حاسين خالص اي اجزاء من الطفل، يكون عندنا ديفيكالتي ان احنا نحس حاجه زي كده. وبرده في الكونسيلد هيكون عندنا الدم مغطي على الطفل، فهيكون عندنا هارت ساوند تكون ويك او ابسنت على حسب طبعا كميه الدم، وعلى حسب برده حاله الطفل نفسها عامله ازاي، ان الدم طبعا هيغطي على اي اصوات ممكن نسمعها من خلال الابدومين. عندنا بعد كده جدول مقارنه سريعه كده بين النوع الريفيلد وبين النوع الكونسيلد. الجنرال كونديشن ان هو النوع الريفيلد نوع صريح احنا شايفين دم، وهنحاول طبعا نقيم الحاله على كميه الدم اللي هي بتخسرها دي. فاحنا عندنا الحاله ماشيه مع كميه الدم بروبورشنت تو فيزبل بلاد لوس، وان الشوك غالبا ابسنت الا بقى لو هي حصلت كميه دم ضخمه مره واحده وبسرعه عاليه جدا. اما الكونسيلد هو خداع نصاب، الشوك ممكن تكون كبيره جدا برونونسد وتكون مش ماشيه خالص مع فيزبل براد لوس، يكون ما عندناش دم خالص نازل ويكون عندها شوك، او عندنا كميه صغيره جدا في النوع الميكست، لكن ايه عندنا مصيبه كارثه جوه ورا البلاسنتا، عندنا كميه تنزيف ضخمه جدا ورا احنا مش شايفينها. باللوكال اكزاميشن اليوتراين هايت هيكون ماشي مع البريدوستيشن، ان مفيش دم بيتجمع الكويترس خالص، الدم عندنا بيتجمع في الكونسيل بس، وهيتجمع في الكونسيل زي ما قلنا هيزق الفاندس لفوق فيعلي اليوتراين هايت. التندرنس هتكون عندنا في الريفيلد هتكون مايلد تمام، لوكالايزد في مكان معين، اما عندنا في الكونسيل سبب ان الدم كله عمل له انترافيزيشن دخل جوه عندنا في المسل فايبرز، فبقى عندنا مودريت تو سيفير جنرالايزد تندرنس وريجيتي للمسل بول. بالنسبه بقى للفيتال بارس وهارد ستون هنحسهم وهنعرفهم نفرقهم طبعا واحنا بنعمل اي نوع من انواع اللوكال اكزاميشن او حاجه. في الريفيلد مفيش حاجه عندنا مغطيه عليه خالص، الدم كله خارج بره الجسم، فعندنا ايزلي ايدنتيفايد فيتال بارس وهارد ستون. اما في الكونسيل الدم طبعا متجمع جوه عندنا ورا البلاسنتا مغطي طبعا على كل حاجه، فصعب جدا ايدنتيفاي ويز ديفيكولتي. بالنسبه لتحليل بقى المعامل او اللاب انفستيجيشنز، عندنا هيموجلوبين هيكون عندنا هنا لو ان بروبورشن بلاد لوس، يعني يكون عندنا كده كل طبعا ما احنا خسرنا دم اكتر في الريفيلد كل ما الهيموجلوبين عندنا هيقل، شيء منطقي يعني. اما الكونسيل فده نوع خداع زي ما قلنا، هنيجي نبص مش هنلاقي بليدنج خالص، وهنلاقي كميه قليله جدا من البليدنج، وطبعا البليدنج كله بيحصل جوه عندنا ورا البلاسنتا واحنا مش شايفينه خالص. فنيجي نقيس مثلا هيموجلوبين هنلاقيه اقل بكتير من المتوقع، يعني احنا عارفين ان هي مفيش نزيف خالص بيطلع بينزل من عندها خالص، فاحنا المفروض متوقعين فاليو معينه، لا ان هي اقل من كده بكتير بسبب ان احنا عندنا نزيف بيحصل لكنه ايه كونسيل احنا مش شايفينه. كاجلوباثي بيكون عندنا ابسنت، لان النزيف كله بينزل طبعا بيطلع بره الجسم كده كده، اما هنا الكونسيل بيكون متجمع فعشان كده بيكون فريكونتلي بريزنت. بعد كده عندنا مفاجاه، يعني انا مش عارف الصراحه هجيبها لكم ازاي، يعني انا حرفيا استنيت 27 محاضره تمام، وده يعني دي المحاضره كان 28 وفيديو رقم 26 في الترتيب تمام، ساعات بقى من التسجيل ومئات من الورق يعني للشرح، عشان اقول لكم ان يعني الف مبروك يعني الجزء ده ملغي، يعني انا حقيقي مش عارف اقول لكم ايه بصراحه يعني ده حدث جليل يعني، يعني ربنا يديمها علينا نعمه يعني. ده الجدول ده مش علينا خالص، احنا الكلام ده اتقالنا في المحاضره، يعني يمكن الناس اللي هي ما حضرتش مش عارفه الكلام ده، لكن الجدول ده ملغي من علينا، احنا غير مطالبين بيه الحمد لله يعني. دوس بقى. هذا ما لم نسمع به من قبل.
لا 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 طب وبعدين لا فاحنا نخش بقى على بعد الجدول ده على طول. طيب احنا مصدقنا بقى مش هنقعد بقى ايه بقى نطوله كلام في الموضوع ده. ايه بقى الديفرنشال دايجنوستس؟ تمام، ايه الحاجات اللي هي بتعمل ساينز وسيمتومز شبه ال باسيتلس ابربشن؟ تمام، زي ايه؟ عندنا الحاجات اللي ممكن تعمل بليدنج، تعمل انتي بارت هيمرج، كان لسه عندنا بس انت بريفيا كنا لسه اخدناها في اول درس، اول الدرس خالص بتاع النهارده. ايه فاس بريفيا؟ تكرار تاني، ده عباره عن بلاد فيسلز خارجه من الامبريكال كورد، ما فيش اي حاجه عاملها بروتكشن غير الممبرينز، وكمان في نفس الوقت هي ايه هي تعتبر سابقه البريزنتنج بارت، يعني هي تعتبر مثلا قدام الفيتال هيد، فاحنا خايفين يحصل عندنا رابشر للممبرينز مره واحده مع نزول الفيتس، تتقطع عندنا فيسلز دي ويحصل عندنا بليدنج كبير جدا ممكن يموت الطفل. هو ده فاس بريفيا. ايه برضه ممكن يعمل عندنا انتي بارت هيمرج؟ حاجه اسمها اكسسيف بلادي شو، ده عباره عن حاجه المفروض بتحصل اثناء الولاده، ان اثناء الولاده او يعني بدايه يعني من الليف بريجنسي لحد الليبر، ان المفروض بيحصل عندنا سيرفايكال دايلاتيشن، بيحصل معاه ان بيبقى فيه كميه معقوله يعني من البلاد والميوكس بينزلوا، دي حاجه فيسيولوجيكال بيبقى بتسمى بلادي شو. ان يحصل بقى عندنا بقى اكسسيف، بيحصل بقى ان احنا عندنا كميه زياده عن الطبيعي، كميه كبيره جدا من البلاد والميوكس نازله بسبب السيرفايكال دايلاتيشن، فده هيكون احد اسباب الانتي بارتم هيموريدج. ممكن برضه انسيدنتال بليدنج، تمام، يعني ده بيكون عباره يعني عن حاجه ناتجه عن حاجه ماينور، يعني مش مشكله صحيه كبيره، زي اليوريثرا كرانكل، ده بيكون عباره عن فلاش كده بروتروجن طالع من اليوريثرا، من البوستيريور بتاع اليوريثرا بالتحديد، يعني بيكون حاجه كده حمرا خارجه منه كده، بيحصل منها شويه بليدنج خفيفه كده مش حاجه كبيره يعني، فده عشان كده بيسمى بالانسيدنتال بليدنج، ان هو بيكون ناتج عن مشكله صحيه ثانيه زي اليوريثرا كرانكل كده بالظبط. بعد كده عندنا جدول مقارنه بين البريسنتا بريفيا اللي احنا خدناها في اول محاضره النهارده، وعندنا ايه الابربشيا بريسنتا اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي حالا. على حسب الكلينيكال فيتشرز، النيتشر اوف بليدنج، البريسنتا بريفيا قلنا بيكون بينلس ما فيهوش وجع، تمام، وغالبا بدون سبب معين كوزلس، وريكارنت بيكون متكرر، ودايما بيكون ريفيلد بيخرج عندنا بره الجسم بيكون شايفينه وهو نازل. اما الابربشيا كلامه كتير، ممكن يكون ريفيلد، ممكن يكون كونسيلد، ممكن يكون كمان ميكست الاثنين مع بعض. وبيكون اهم حاجه ان هو معاه بين، بيكون بينفول، تمام، بيكون غالبا حصل نتيجه مثلا وجود مشكله زي البري اكلامسيا او تروما، وبيكون كونتينوس مستمر مش ريكارنت، ما بيقفش خالص. الكاركتر اوف براتفي في بريفيا بيكون باز لسه نازل على طول، يعني يكون برايت ريد ما حيش يكلف ولا حاجه، اما هنا طبعا بيبقى فيه غلطات ومشاكل كبيره جدا، يكون دارك كالرد. الجنرال كونديشن والانيميا بتكون ماشيه مع براد لوس، كل ما الدم بيزيد كل ما احنا شايفين دم اكتر، كل ما الحاله هيزيد فيها الانيميا وتبقى اسوء. على الناحيه الثانيه عندنا نوع غدار اسمه كونسيلد، او نوع ثاني اسمه ميكست بين ده على ده، ده بيكون مش ماشي معاه خالص، اوت اوف بروبورشن، يعني لا كميه دم قليله، ونلاقي عندنا انيميا سيفير مثلا وجنرال كونديشن سيئه، تمام. الفيشز اوف بري كلامسيا مالهاش علاقه خالص بسنتا بريفيا، انما احنا هنا بيكون سبب مباشر في الابرابشيا بسنتا، بيكون بيمثل تلت الحالات، one third of the cases ان هي بيكون عندهم البري كلامسيا. الابدومينال اكزامينشن عندنا مشكله زي ايه؟ مثلا عندنا الهايت اوف ذا يوترس بيكون عندنا وضعه عامل ازاي؟ في البريفيا بيكون ماشي مع الريزيشن الاتش، لان الدم كله ما بيتجمعش عندنا في يوتراين كافيتي، كله بينزل بيخرج بره الجسم بيكون ريفيلد. اما الناحيه الثانيه بيكون الهايت بيكون ايه؟ بيحصل له الفيشن بيزيد بسبب ان الدم عمال يتجمع بالذات في الكولسين تايب، فمش بيكون ماشي مع الجيستيشن ايج خالص، بيكون ازيد من الجيستيشن ايج. اليوترس هنيجي نحسه في البريفيا حاليه سوفت وريلاكس مفيش مشكله خالص، اما الناحيه الثانيه هيكون تنس وتندر وجب بسبب طبعا احنا عندنا دم بيتجمع بين المسل فايبرز والمسل باندلز. الماي برزنتيشن بقى ان يكون عندنا وضعيه مختلفه للفيتس جوه اليوترس او يوتراين كافيتي، يعني طبعا قلنا بيكون كومن في بريفيا، تمام، والهيد بتكون هاي فوتنج، ان احنا عندنا مشكله في الانجيجمنت، ما فيش انجيجمنت بيحصل عندنا، تمام. الناحيه الثانيه في الابراشيو بس انت ما ملوش علاقه خالص، ما بيأثرش خالص على الماي برزنتيشن، ملوش دعوه بيه خالص، امر ريتد، والهيد عادي جدا ممكن يحصل لها انجيجمنت، تمام. الفيتال هارت ساوندز بتكون غالبا موجوده، مفيش اي مشكله في بريفيا، مفيش اي حاجه مغطيه عليها خالص، اما في الكونسيل تايب بتكون طبعا ايه ضعيفه جدا او بتكون ابسنت، ان احنا عندنا بلاد متجمع ولا برسنت، فبالتالي ده هيكون مغطي على الفيتال هارت ساوند. اما بقى بالبسنتوجرافي لو عملنا الترا ساوند على البلاسنتا هنلاقي مكانها فين؟ في البلاسنتا بريفيا هنلاقيها طبعا في اللور سيجمنت، اما في الابرابشي مكانها طبيعي جدا في الابر سيجمنت. وبالفيجنال اكزامينشن هنلاقي ان البلاسنتا فلت في اللور سيجمنت، لكن طبعا احنا قلنا ايه بنتجنب في البريفيا الفيجنال اكزامينشن بس عشان بنخاف ان هو يزود عندنا السيبريشن، تمام، ممكن يعمل لنا مشكله.
اما في الابربشن بس انت مش حليها في اللور سيجمنت ان هي اصلا في الابر سيجمنت. والبلاد كلوتس لازم طبعا لو هي طبعا احنا عندنا كميه نزيد كبيره جدا طبعا في الابربشن بسنتا، فممكن لو اتكون عندنا غلطه تبقى غلطه كبيره قوي، فنفتكر نجيب بسنتا. فاحنا لازم واحنا بنعمل فحص فيجن اكزامينشن نعرف نفرق بين البلاد كلوتس الكبيره شويه، وما نفتكرش ان هي ممكن تكون دي بسنتا او بسنتا التشو عشان ما تلخبطش بين الاثنين. يعني نكمل بقى الديفرنشال دايجنوز، ايه الحاجات بقى اللي بتعمل عندنا في حين ممكن طبعا البري تيرم ليبر ولاد عند 37 اسبوع. في اي حاله هتيجي عندها بري تيرم ليبر بينز، يعني هي عندها وجع جامد وهي اصلا لسه ما وصلش فول تيرم، غالبا هنفكر ان الحاله دي ممكن تكون ايه بلاسنتال ابربشن نوع كونسيلد. تمام. الا بقى لو اثبتنا عكس كده، لان هي كده كده مش هيكون معاها بليدنج، هي هتكون عندها بين وهي بري تيرم، فاحنا عشان كده بنشك ان هي تكون عندها بلاسنتال ابربشن الكونسيل. طيب ايه كان بيعمل بين؟ طيب عندنا الايمرنت اكلامسيا، تمام، ده بيكون عمل عندنا وجع في مكان الليفر بالتحديد في الابر رايت كوادرنت بين وبيجاستريك بين. ونسال حاجه اسمها ريد ديجنريشن اوف فايبرويد، ده عباره عن ايه فايبرويد؟ في العادي احنا كنا قلنا قبل كده فايبر ماسكولار ديجنريشن بيكون في العادي اسيمتوماتيك، انما امتى يعمل بين؟ لو هو حصل له انفيشن ببلاد فيسلز وعمل عندنا بليدنج جوه الفايبرويد نفسه، فهيكبر الفايبرويد وهيعمل استيميشن للنيرف اندنجز فهيعمل عندنا بين. ان يحصل برضو عندنا انترا امنيوتيك انفكشن، يحصل انفكشن للامنيوتيك فلويد بقى والممبرينز نفسها. وانسيدنتال بين، وجع بقى بالصدفه كان موجود بسبب مشكله صحيه ثانيه مالهاش علاقه خالص بالحمل تماما، بس كان تزامن وجوده مع الحمل زي مثلا مشكله في الزايده مثلا ابنسايتس او يورينري تراكت انفكشن. طيب احنا بنشخص ازاي حالات الابربشن بلاسنتا دي؟ بنشخصها مين دي كلينيكال بالاعراض، ممكن برضو باستخدام الالترا ساوند بان احنا هنشوف مكان البلاسنتا فين، هل هي في الابر سيجمنت ولا في اللور سيجمنت. طبعا بالفرق بين بريفيا في اللور سيجمنت والابربشن بيكون طبعا فيه في الابر سيجمنت. ان احنا نلاقي عندنا حاجه اسمها ريترو بلاسنتال هايبو اكويك، نيجي نبص على ورا البلاسنتا بالالترا ساوند نلاقي في منطقه هايبو اكويك، منطقه غامقه، لان ده عباره عن تجمع للدم اورجنايزد بلاد موجود بالذات في الكونسيلد هيموريدج. وفي عندنا صوره حلوه جدا موضحه الكلام ده عندنا بالشكل ده، ان احنا عندنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جستيشنال ساك مش اي مشكله خالص، وعندنا ده باقي ايه اللي يعتبر ايه الممبرين مش اي مشكله خالص، تمام، والاماتيك فلويد عندنا في النص، وعندنا دي البلاسنتا، تمام، وده باقي انتات انيوتراين وول عندنا بالشكل ده، تمام، وعندنا ده طبعا ده ايه ده المقصود بالبلاسنتال هايبو اكويك اورجنايزد بلاد، ان ده عباره عن دم متجمع ريترو بلاسنتا ورا بلاسنتا اللي هي موجوده عندنا دي بلاسنتا كلها، تمام، متجمع عندنا الدم وراها هايبو اكويك لونه اغمق بكتير من لون البلاسنتا، لونه شبه اسود يعني بسبب ان ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بلاد. فهي ده تشخيص الابربشن اوف ذا بلاسنتا او بلاسنتا الابربشن. ممكن نلاقي برضو السبب ان احنا عندنا مشكله في البراسه بلاي مثلا اللي فيتس، فيبقى عندنا انتر يوتراين جراف ريستريكشن، تمام، فبالتالي ان الطفل مش وصل له دم كفايه وهو اصلا عنده انتر يوتراين جراف ريستريكشن هيكون عنده اوليجو هيدرامنيوس نتيجه ان هو عنده اورجنز مش شغاله كويس، ابرزهم طبعا اللنج والكيدني، بالذات الكيدني اللي هي هتساعد عندنا في تصنيع اليورين اللي كان هيعمل البالك بتاع الاوماتيك فلويد، فيبقى عندنا اوليجو هيدرامنيوس. وفي السيفير كيس طبعا يبقى عندنا ايه؟ فيتال داث، نيجي نبص ما نلاقيش اي فيتال موفمنت ولا هارت بيت ولا الكلام ده خالص. بالمعمل بقى لابوراتوري هنلاقي ايه؟ هنلاقي بالكوبري بلاد كاونت هنلاقي عندها انيميا طبعا بسبب الايبيدين كتير جدا اللي بيحصل عندها ده. ونتابع بقى البري كلامس بقى البروتينيوريا والكلام ده كله. والدي اي سي بروفايل الديسبيتي انترنسكال كوادريشن بيحصل عندنا بسبب طبعا ان احنا عندنا قلنا في خضه من الجسم ويبتدي طبعا يستهلك كل حاجات الكواجيليشن، تمام، فينتج عندنا ايه؟ هايبوفايبرونجينيميا، نقص في الفايبرين او افايبرونجينيميا، ان احنا شبه خلصنا على كل المنتجات اللي عندنا من كتر احنا عملنا كواجريشن في الجسم كله. نيجي بقى للمانجمنت، شويه تصريح كده مهمه جدا، مهم جدا عندنا في حالات البسنسات الابربشن دي ان احنا نعمل لها دايجنوزز ومانجمنت باسرع ما يمكن باسرع ما يمكن. مجرد ما احنا بس ان احنا يجي لنا اشتباه يبقى عندنا كلينيكال سسبشن ان هي دي حاله عندها بسنسات الابربشن سواء بقى كونسيلد او ريفيلد، مهم جدا عندنا نتعامل مع الحاله باسرع ما يمكن، ان احنا نبتدي طبعا نتعامل معاها بسرعه ونعمل لها مانجمنت بسرعه، لان طبعا ايه الوقت عندنا مهم جدا في حالات زي دي. وعندنا في البلاسنتا بريفيا بيكون الهول مارك عندنا هو البليدنج، لان احنا ما عندناش بين، اما عندنا العكس بقى في الابربشن اللي ممكن يكون عندنا نوع زي الكونسيلد هيكون عندنا البين هو الهول مارك بتاع البلاسنتا الابربشن، فاحنا عندنا في نوع من شخص بالبين ونوع بالبليدنج، تمام. الدايجنوز مين اللي بيكون كلينيكال بالاعراض زي ما قلنا؟ حتى لو عندنا ابسس اوف سونوجرافيك ساينز، يعني كنا عملنا الترا ساوند على اليوترس ما شفناش حاجه خالص، بس بنشخص بقى من بين الكلينيكال ساينز والسيمبتومز.
ان بقى انت بقى ممكن نوصل ان يحصل عندنا فيتال ديمايس او ان احنا يوصل عندنا ان يبقى عندنا فيتال ديث، ده بيساوي ان يحصل عندنا سيباريشن على الاقل نص بلاسنتال بات. يعني لو عندنا جزء صغير من البلاسنتا وصلنا سيباريشن مش هيبقى عندنا مشكله، انما لو وصلنا ان بقينا مفصول عندنا نص البلاسنتا فما اكثر، ده غالبا ممكن يوصلنا لفيتال ديمايس او فيتال ديث، فيبقى عندنا كميه كبيره جدا من التجمع الدموي، يبقى عندنا السايزبل هيماتوما تمام، ومعايا طبعا سام ديجري اوف ديسيميت انترفاسكولار كواجولوباثي. طب في العادي بقى في البلد الطبيعيه بعد الدليفري الطبيعيه مش اي مشكله، ازاي بقى الجسم بيعمل عندنا بلاسنتا البات هيموستيز ان هو بيحاول يقفل على البريدنج سايتس مكان البلاسنتا سيبريشن؟ ده في العادي ها، ده بيعتمد مينلي على المايوميتريال كونتراكشن بالذات على فيسيولوجيكال تورنيكيت في الميدل لاير اللي هي فيها فيجر اوف 8 اكتر بكتير من بلاد كواجوليشن تمام. احنا عندنا يمكن مثلا 80% من التحكم في البليدنج بعد البلاسنتال سيبريشن في الولاده الطبيعيه ما مش اي مشكله خالص بيكون معتمد على اليوتراين كونتراكشنز والريتراكشنز في الابر سيجمنت، وطبعا وبشكل جزئي على ايه؟ على البلاد كواجوليشن. فاحنا لو عندنا مشكله في الكونتراكشنز في الابر سيجمنت غالبا، وحتى لو ما عندناش مشكله في البلاد كواجوليشن يعني عندنا الكونتراكشن سليم لكن عندنا مشكله في اليوتراين كونتراكشنز، غالبا برضو مش هنعرف نتحكم في البليدنج، ورغم ان احنا عندنا ايه؟ عندنا الكواجوليشن فاكتورز موجوده عندنا في برضه في مشكله خالص، لكن ان احنا عندنا الاعتماد الكلي معظم الاعتماد كله على قفل بليدنج سايتس هو معتمد على المايوميتريال كونتراكشن. ولذلك احنا لو عندنا حاله كده كده عندنا فيها اللي هو كونسيلد تايب من البلاسنتال ابربشن وعندنا انترافيشن اوف بلاد موجوده عندنا في المايوميتريال لير، فما نزودش الموضوع زياده ونعمل سيزيريان سكشن، لان السيزيريان سكشن هتعمل عبء زياده ان ده هيكون سيرجيكال ووند هيحتاج بقى بلاد كوابيليشن تمام، وكده كده عندنا مشكله في المسلز كمان في اليوتراين وول، فده كمان ايه هيكون عندنا مشكله كبيره جدا وهيسوق الدنيا اكتر واكتر. ده غير كان احنا عندنا كمان مشكله ان احنا عندنا بلاد كوابيليشن وقتها هيكون في كمان مش شغال كويس، لان احنا استهلكنا كل البرودكتس اوف كوابيليشن في حاجه اسمها الزميل انتروسكال كواجريشن، بقى عندنا تجاوزات في الجسم كله، فخلاص كده مش عندنا حاجه نقفل بيها الجرح بتاع السيزيريان سكشن ده. فلذلك لو وصلنا في حاله ان احنا بقى عندنا فيتال ديمايس او بقى عندنا فيتال ديس، غالبا ايه بنولد طبيعي فاجينال دليفري عشان ما نزودش العبء على الجسم بالسيزيريان سكار. بيبقى برضو منصوحه جدا ان احنا نعمل ايرلي امنيوتومي، بان احنا بقى بنفت احنا بقى اللي بنعمل رابشر من بريدز بنفسنا بقى، مش بنستناها تعمل رابشر تمام، علشان ده بتقلل الضغط على البلازنتا وبتقلل ايه البلازنتا سيبريشن وبتقلل كمان الثرومبوبلاستين ريليس، ده طبعا بيزود الكواجريشن زياده كمان فبيقلل الريليس بتاعه جوه الماتيريال سيبريشن وبيسرع كمان الدليفري. احنا كده عملنا ايه رابشر للممبرينز. احنا كنا قلنا برضه حاجه مهمه جدا عندنا في البلازنتا الابرابشر، ان احنا كان عندنا ان في عندنا هايبر تونيسيتي، ان احنا بسبب ان احنا عندنا في دم بيتجمع جوه المسل ليه ده عامل استيميشن نيرف اندنجز ومزود الطوم بتاعه اليوتراين مسل. دي برضو على قد ما هي ممكن تكون مش حاجه مفيده، بس برضو حاجه كويسه برضو نسبيا، ان هي بتسرع الليبر بالاكسلريت الليبر تمام، وبتحسن الريسبونس لو احنا عملنا اوكسيتوزن انفيوجن تمام. احنا كده بالاوكسيتوزن ده بنحاول نزود اليوتراين ماسل كونتراكشنز، فهي اصلا كده كده استميت لوحدها من غير حاجه، هي اصلا عندها هايبر تونيسيتي، فهي كده هتستجيب اكتر واكتر لاي اوكسيتوزنز ممكن نعمل لها انفيوجن. والنهارده بقى برضو يعني بدل بقى المفاجاه كوين، يعني عاملين كده عرض كده زي كده زمان لو حد حضر بيتزا كوين كانوا بيدوا بيتزا عليها بيتزا هديه، معرفش دلوقتي الكاملين بيقولوا ولا لا يعني، بس ما علينا. النهارده برضو عندنا جزء تاني ملغي، يعني اللي هو يا جماعه مش ممكن يعني حقيقي بجد، يعني انا مش مصدق عيني، يعني الجزء ده برضو كمان ايه برضو ملغي، يعني اقيموا الافراح والليالي الملاح، يعني حقيقه يعني سبحان الله احنا صبرنا وفطرنا على بصله، بس بصله كبيره شويه، فيعني الحمد لله اهو في نفس الدرس اهو في نفس المحاضره، يعني ما انه شوفوا يعني بتاع 25 فيديو بالساعات وما كناش بنلغي كلمه واحده، حتى كنا بنحط زيادات كمان، فاحنا النهارده بقى ايه جوات الحصاد بقى بتاع صبرنا، فالجزء ده برضو عندنا ملغي بقى. قول لا لغايه بعد بكره. ايوه خلي بالك في بتنجان مخلي البلدي. ايه ده؟ شوف مش ممكن يا جماعه، شوف القشطه لا فعلا القشطه والله ما حد مصدق، مش ممكن والله ما حد مصدق. فانا عديه برضو كده كأنه مش موجود خالص تجاهلوه. عندنا بعد كده بقى الستابس اوف الاكسبكتنت مانجمنت، ان احنا بعد كده بنتعامل مع الحاله ان احنا ايه بنتابعها وبنراقبها ومستنيها ان هي تولد بقى عشان ايه تبقى فول تيرم. طبعا بنحجزها في المستشفى عشان احنا خايفين، طبعا الموضوع ايه بيحصل مره واحده، البلاسنتا ابرابشن بيحصل عندنا مره واحده، فاحنا مش هينفع مثلا نقول لها ارجعي البيت وبعد كده نتفاجئ ان هي حصل لها بلاسنتا ابرابشن
وحصل فيه تنديس مره واحده تمام، فاحنا بنحجزها في المستشفى، بنعمل لها انفستيجيشنز كل شويه، اهمهم طبعا عشان نعرف ايه البلاد جروبنج بتاعها والكروس ماتشنج والهيماتوكريت والكوجيشن ستاديز، عشان ايه لو عوزنا ان احنا نعمل لها بلاد ترانسفيوجن تمام، ونعرف وضعها في الانيميا والكلام ده كله ايه بالظبط، ونعمل لها الترا ساوند عشان نعرف مكان البلاستين تحديدا برضو اذا كان هي في البريفي في اللور سيجمنت ولا في الابر سيجمنت في البلاستين الابربشن تمام، في اللي هو مكانها الطبيعي بتاعها يعني، ونعمل فيتال مونيتورنج يوميا بالديلي فيتال موفمنت كاونت، نشوف بيتحرك كام مره تمام، فطبعا فتره مراقبه اللي هي بتبقى 20 دقيقه، وطبعا بقى نقيم بقى بشكل دوري بقى النمو بتاعه في الجراث، ان مش عندنا اي جراث ريستريكشن خالص بالالترا ساوند والنان ستريس، عشان نشوف طبعا ايه بقى الاكسلريشنز والديسلريشنز والكلام ده كله لو كانت موجوده يعني. وبرده لو هي برده جايه عندنا حجزناها قبل 34 اسبوع حمل، ممكن نديها كورتيكوسترويدز بالذات عندنا الدكساميثازون عشان نسرع الفيتال لانج ماتشوريتي تمام، عشان برده ايه لو حصل عندنا بسنت الابربشن مره واحده نكون ضامنين ان الطفل بقى عنده ماتشور لانجز جاهزين ان هو يتنفس بيهم، فنولدها على طول مش اي مشكله خالص، مش خايفين من حاجه خالص. بعد كده عندنا الجزء الثالث من اصل اربعه، عندنا الفازا بريف اللي كنا اتكلمنا عنها، ان هي بتكون ان كومن كونديشن، عباره عن ايه؟ عباره عن فيتال بريف زي ما قلنا، بتكون خارجه من الامبريكال كورد، ملهاش دعوه بيها بالشكل ده خالص، بالشكل ده مش بتحوطها خالص باي بروتكشن، معديه واصله للور يوتراين سيجمنت، وسابقه البرزنتنج بارت اللي هو هيكون الهيد في الحاله دي تمام. حتى احنا عندنا ايه؟ عندنا الجزء اهو تحت ايه الفيتال هيد، فهو لا متحوط بامبريكال كورد ولا متحوط ببلاسنتا، مجرد بس الممبرين زي اللي موجوده، ولو حصل لها رابشر هيحصل ايه؟ هيحصل ان الفيسلز دي كلها هتقطع ويحصل عندنا بليدنج كتير جدا. فهي بتكون موجوده عندنا مع بينلس فاجينال بليدنج، مفيش بين خالص غير في عندنا فاجينال بليدنج، ده طبعا في وقت ايه؟ في وقت ما الفيسلز دي خلاص حصل لها انجري وقطعت عندنا، ففي وقت السبونتينيوس رابشر اوف ممبرينز، او لو احنا بقى عملنا امنيوت واحنا مش عارفين ان هو في عندنا مشكله في الفيسلز دي، يعني عملنا ايه ار او ام، عملنا ايه ارتفيشال رابشر اوف ممبرينز، احنا بقى اللي قطعنا الممبرينز قبل وقتها وما كناش واخدين بالنا، فعملنا انجري للفيسلز دي، فهيحصل عندنا ايه بينلس فاجينال بليدنج. البليدنج بيكون غالبا مع ايه فيتال ديستريس، لان طبعا الدم ده جاي اصلا من ايه من الفيتس تمام، فبيبقى عنده مثلا ان هو ايه تاكي كارديا، بيزيد عنده ضربات القلب بتزيد فوق 160، ساينسود الفيتال هارت ريت تريسنج شكلها عامل ازاي بالسي تي جي، بيكون شكلها عندنا بالمنظر ده، هو ده الساينسود اللي هو الشكل اللي عندنا اللي عامل الويف باترن ده، اللي هي طالعه ونازله طالعه ونازله بسرعه عاليه جدا ده بالشكل ده، وما بتستجبش خالص زي ما انتم شايفين للكونتراكشنز نهائيا تمام، هي ست مالهاش دعوه اي حاجه خالص، مكمله على الباترن اللي عندنا بالشكل ده، هو ده اسمها اللي هو الساينسود الفيتال هارت ريت، ده دليل على وجود فيتال ديستريس، ان في عندنا مشكله كبيره. وطبعا بما ان النزيف طبعا شغال بمعدل عالي جدا، فممكن يبقى عندنا فيتال شوك او ديمايس اللي هو الداث يعني يموت خالص، وحوالي 50% من الفيتال مورتاليتي اللي بتحصل للحالات اللي احنا مش بنكون عارفين سبب ان هي ماتت ليه قبل اونست اوف الليبر، بيكون بسبب موضوع عباسه بريفيا ده، يعني احنا اساسا كده كده هو بيتفاجئ ان هو مات مره واحده واحنا ايه بنولد، او قبل ما نولد حاجه بسيطه جدا بسبب ان هو رابشر اوف الممبرينز ادى الى ان حصل عندنا سيفيرنج او رابشر للفيسلز دي، فبقى عندنا ايه فيتال ديستريس. فمن ضمن الحالات اللي هي بيحصل فيها فيتال مورتاليتي ان هو بيحصل عندنا وفيات للفيتس قبل الاونست اوف الليبر، 50% منهم بيكونوا بسبب الباسا بريفيا تمام. برضو ممكن حاجه برضو دايجنوستيك مهمه جدا عندنا، حاجه اسمها سينجرز الكالي دينيتريشن تيست، ده عباره عن ايه؟ ده بيكون تيست بيتعمل عشان احنا دلوقتي عندنا بليدنج فاجينال، دلوقتي احنا عايزين نفرق هل ده دم فيتال من الفيتس نفسه فيتال اوريجن ولا من الام ماترنال اوف اوريجن، فاحنا بنعمل حاجه اسمها سينجلز الكالي ديناتوريشن تيست، ده بيبين عندنا السيلز بالمنظر ده تمام. احنا عندنا ايه نوعين من السيلز، عندنا ار بي سيز ده دول الماترنال ما مش اي مشكله خالص، اما دول بقى النيوكليتد دول بيكونوا بقى من الفيتس اوف فيتال اوف اوريجن تمام، جايين من الطفل، فاحنا كده جايين كده بليدنج، فاحنا عايزين نعرف ده من الام ولا من الطفل، فبنعمل السنجرز الكالي دينيتريشن تيست عشان نفرق. فاحنا لو لقينا النيوكليت ار بي سيز اللي هي الكبيره عندنا بالشكل ده، ده دليل ان احنا عندنا فيه ايه مشكله ممكن زي الفاسا بريفيا، او ان احنا نلاقي فيتال هيموجلوبين برده موجود عندنا في الدم، برده دليل ان احنا عندنا ايه الدم ده جاي من الفيتس نفسه مش من الام. التشخيص ممكن برده بحاجه لطيفه جدا بالدوبلر التراسونوجرافي، هنلاقي فيتال فيسلز ماشيه واصله لحد الانتدس سيرفيكال اوس تمام، ويمكن وممكن كمان مكمله ناحيه اكسسوري بسنت اللوب، لو كان عندنا ان هو يعتبر باي لوب بسنت بالانواع دي تمام، فشكلها هيكون عندنا ازاي بالدولار منظرها عندنا في الصوره عندنا بالشكل ده،
بس في عندنا صوره الطف عندنا بالمنظر ده. تمام طيب عندنا ايه عباره عن ايه في الصوره اللي عندنا ده؟ ده عباره عن السيرفكس. تمام طيب ده عباره عن عنق الرحم، بعد كده ماشي عندنا اللور سيجمنت وطالع لفوق بالشكل ده، وهنا عامل زوم بالظبط على الجزء الاخير يعني. ده المفروض عندنا ده فيلال هيد بالشكل ده، وعندنا ده جزء من الكورد، وعندنا بقى الالوان دي بقى ده الدوبلر. معنى ان احنا عندنا جزء عندنا بالشكل ده، يبقى احنا عندنا في بلاد فيسلز ماشيه بالشكل ده. دي موجوده عندنا زي ما قلنا سابق البريزنتنج بارت ان ادفانسد بريزنتنج بارت، ووصل لحد الانترنال اوس اللي هو موجود عندنا بالشكل ده، وصل لحد ده كده عندنا فاز بريفيا باين عندنا بالدوبلر الترا سونوجرافي. ايه المانجمنت هنعملها ازاي؟ معتمده طبعا على ايه البرومت دايجنوز، ازاي نشخصها بدري قبل ما نعمل مشكله، واميديت دليفري بالسيزيريان سكشن. احنا لو عملنا فيجنال دليفري هيحصل 100% رابشر الممبرينز، وبالتالي هيحصل ايه؟ عندنا ان احنا هنقطع، وهيقطع عندنا خالص ايه البيزنس دي، لان هيبقى عندنا بريزنتنج بارت هيضغط على ايه البيزنس اللي هي لا محميه بامبليكال كورد ولا بلاسنتا، وهيبقى عندنا كمان رابشر الممبرينز، فالحاجه الوحيده اللي كانت حامياها كمان هيحصل لها رابشر، فبالتالي 100% هيحصل عندنا ايه؟ انجري للبيزنس دي، وهيحصل عندنا بليدنج، وهينتج عنها ديستريس، فلازم نولد بس سيزيريان سكشن مش بالفيجنال دليفري خالص. نيجي بقى لاخر جزء معانا النهارده، الجزء الرابع والاخير الدي اي سي او الديسيميتي انترافاسكولار كارديولوباثي اللي بتحصل عندنا في الجسم كله نتيجه تفاجؤ الجسم البليدنج اللي حصل عندنا مره واحده. في العادي عشان الجسم يعمل تغلطات طبيعيه، لما يحتاج يعمل حاجه زي كده، لما يحتاج نعمل انترافاسكولار بلاد كوجليشن، بنحتاج ثلاثه سيستمز يكونوا شغالين في تناغم. لو حصل ان اي واحد فيهم بقى فيه مشكله هيبقى عندنا طبعا مشاكل كتير جدا. عباره عن ايه؟ عباره عن السيستم اللي هو هيعمل عندنا التغلطات كاجريشن سيستم، وطالما عندنا كاجريشن سيستم لازم يكون في عندنا حاجه بتعمل ريجوليشن ليه، يعني مش سايباه كده شغال مع نفسه بيعمل تغلطات وخلاص. يبقى عندنا كاجريشن انهيبيتوري سيستم، حاجه بتلجمه وبتمنعه يعني، وعندنا حاجه كمان بقى بعد ما احنا خلاص كوننا الجلطه وعايزين خلاص نفتتها، لان احنا خلاص ايه اخذنا منها اللي احنا عايزينه خلاص، عندنا ايه فايبرينوليتيك سيستم، حاجه بتكسر الجلطات. تمام؟ فاي واحد من دول هيحصل فيه مشكله هيؤدي لحاجه من الاثنين، اما ان احنا هنكون جلطات زياده عن الطبيعي يبقى عندنا انترافاسكولار كواجريشن زايد عن الطبيعي، او ان احنا عندنا ايه لما نحتاج بقى ان احنا نعمل كواجريشن ما نعرفش بسبب ان احنا عندنا مشكله في تكوين الجلطات، فيبقى عندنا تندنس تو بليد، ان احنا عندنا ايه بقى سيوله في الدم عاليه جدا. تمام؟ في العادي الكواجريشن ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بحاجتين، حاجه اسمها انترنسك باث واي وحاجه اسمها اكسترنسك باث واي. تمام؟ عندنا اهو بالشكل ده، ده الانترنسك وده الاكسترنسك، وكل واحد فيهم له فاكتورز، فاكتور 10، فاكتور 9، فاكتور 7، الكالسيوم، حاجات مختلفه كده مع بعض، دول بيتجمعوا مع بعض في حاجه اسمها كومن باث واي، حاجه مشتركه كده. تمام؟ بتبقى عباره عن بتشتغل على البروثرومبين، تعمل حاجه اسمها بروثرومبين كونفرتر، ده بيحول البروثرومبين الى ثرومبين. طبعا الحاجات دي هتكون عندنا الكوليش، دي حاجات هتكون عندنا التغلطات. تمام؟ ويصنع عندنا بقى ايه بقى فايبرينوجين، وفي الاخر يعمل عندنا ايه بقى؟ يعمل عندنا الفايبرين اللي هو هيعمل عندنا الجلطه. تمام؟ اللي هو بيكون عندنا انسوليبل. وبعد كده بقى يشتغل بقى على الفايبرين ده بقى ايه؟ يشتغل عليه بقى الفايبرينوتيك سيستم لما يحب بقى يكسر الجلطه اللي احنا عملناها دي. تمام؟ فكده انترنسك باث واي، اكسترنسك باث واي بالفاكتورز بتاعتهم يعملوا كومن باث واي، هيعملوا حاجه اسمها بيرثرومبين كونفرتر، هيحول البيرثرومبين اللي هو اتكون عندنا من بيرثرومبين الى ثرومبين، وبعد كده يشتغل عليه فايبرينوجين يتحول الى فايبرين، يتحول الى جلطه، وبعد كده الجلطه تتكسر بالفايبرينيتك سيستم. تمام؟ طبعا سواء الاكسترنسك باث واي او الانترنسك الاثنين بيكونوا عندنا ستيموليتد بحاجات بريفرنس ستيمولاي، يعني ده له حاجات بتشغله وله حاجات بتشغله، بس في الاخر الاثنين هيتجمعوا في حاجه واحده، اللي يتجمعوا تحت رايه الكومن باث واي ده عشان يحولوا في الاخر الانرت بروثرومبين اللي هو مش شغال الى ثرومبين اللي هو النسخه الاكتف منه اللي هو هيعمل الكواجريشن في الاخر. ده كده كان الكواجريشن ميكانيزم. بالنسبه للكواجريشن انهيبيتور سيستم بقى اللي هو هيمنع تكون الجلطات، ده عباره عن ايه؟ ان احنا في العادي عندنا في جسمنا في عندنا حاجات انتي كواجلنس في البلاط، حاجات مضاد للتجلط. تمام؟ عشان طبعا احنا عندنا في الحمل قلنا عندنا هايبر كواجلين ستيت، ان هو فيسيولوجيكال عندنا زياده تغلطات في البريجنسي، فده علشان يعمل توازن مع الحاله دي عشان الحاله ما يجيلهاش تغلطات في جسمها كلها وتموت. تمام؟ فابرزهم حاجه اسمها انتي ثرومبين 3. تمام؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مين فيسيولوجيكال انهبيتور بيمنع الثرومبين، وحاجه اسمها فاكتور 10 اي برضه بتشارك معانا من ضمن الفاكتورز اللي عندنا في الباث ويز اللي هو الكومن باث واي. وفي عندنا برضو حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس، فاكرينهم هم والثرومبين ريجولين، كنا اخذناهم يعني من كام درس كده، ان دول الحاجات دي برضو كانت بتعمل انهيبيشن عندنا
لتكوين الثرومبين، فبالتالي طبعا بتقلل عندنا ايه الكوجيشن اللي بيحصل عندنا في الجسم. نيجي بقى للسيستم التالت والاخير اللي معانا اللي هو البلازما فايبرونيتك سيستم. احنا بقى كوننا عندنا فايبرين وعايزين بقى نكسرها، تمام؟ فده بينتج عن اكتيفيشن حاجه اسمها بلازمينوجين، اللي هو ده بلازمينوجين ده. ده بيحصل له اكتيفيشن ازاي؟ في الاول بيحصل عندنا انجري لفاسكولار اندوثيريال سيلز، بيحصل عندنا انجري للاندوثيريال سيلز المغطيه باطن اي فاسكولار ستراكشر، اي مثلا باب مثل او حاجه. فبيحصل عندنا بيطلع عندنا حاجه اسمها بلازمينوجين اكتيفيتورز، حاجات بقى بتعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين ده، فبتزود تصنيع وبيتحول عندنا حاجه اسمها بلازمين. البلازمين ده هو الاكتيف فورم. البلازمين ده هيروح يعمل ايه؟ هيروح يشتغل على الفايبرين او الفايبرينوجين عشان يكسره، وفي الاخر يسيب لنا شويه برودكتس كده بواقي مكان تكسير الفايبرين، حاجه اسمها فايبرين سبليت برودكتس، تمام؟ في بقى حاجتين ممكن يقللوا من تصنيع البلازمينوجين او يقللوا من تصنيع البلازمين. حاجه زي ايه؟ زي بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتورز، دي بقى هتمنع تفعيل البلازمينوجين اللي كان عندنا ده، هتقلل تصنيعه للبلازمين. وفي حاجات بقى هتمنع شغل البلازمين، حاجه اسمها بلازمين انهيبيتورز. فالحاجتين دول هيقللوا تكسير الفايبرين، تمام؟ فاحنا عندنا في الاول قلنا كان في عندنا بلازمينوجين اكتيفيتورز اشتغلت بسبب ان احنا حصل عندنا انجرد فاسكولار اندوثيريال سيلز. زي ايه؟ زي التيشو اكتيفيتورز، حاجات بتكون منتشره عندنا في التيشو. زي فين؟ زي في اليوترس وزي في اللانج وزي الادرينالز. ده يطلعوا لما يبقى عندنا مشكله زي الاسكيميا او الفازو اكتيف دراجز، بيطلعوا نتيجه ان احنا اخذنا فازو اكتيف دراجز. في حاجات ثانيه برضه بتبقى موجوده عندنا في البلازما في الدم زي ستريبتوكاينيز، وفي الكيدني زي حاجه اسمها يوروكاينيز. دي برضه بتصنف على انها بلازمينوجين اكتيفيتورز، هتزود تصنيع البلازمينوجين وتحوله عندنا زي تحويله يعني للبلازمين بالذات. في عندنا بقى بلازمينوجين انهبيتورز، دي حاجات بقى بتقلل تصنيع البلازمينوجين الى بلازمين. زي ايه؟ حاجه اسمها ايبسيلون امينو كابرويك اسيد او اي اي سي اي، وحاجه اسمها ترانكزاميك اسيد او الاي ام سي اي او الكابرون، تمام؟ دي حاجات كده اعتبر حفظ فيهاش شرح يعني خالص يعني. بعد كده بقى لما يشتغل البلازمين عادي جدا مفيش اي مشكله، ويتصنع عندنا بلازمينوجين ويشتغل على فايبرين او فايبرينوجين، قلنا هيصنع عندنا حاجه اسمها فايبرين سبليت برودكتس، تمام؟ دي باسمها برضو ايه؟ فايبرين ديجريديشن برودكتس، مجرد حاجات كده بواقي مكسره يعني، بواقي كده مجرد مكان ما احنا حللنا الفايبرين، تمام؟ دي حاجات بتتكون عندنا كمنتجات نهائيه. وطبعا في الجسم الطبيعي البلاد كواجيشن سيستم والفايبرونيتك سيستم الاثنين بيبقوا شغالين مع بعض جنب الى جنب عشان يمنتين اهم حاجه الهيموستيزيس بتاعه الدم والباتنسي والمايكرو سيركيليشن، عشان ما يبقاش عندنا اي كواجيليشنز بتسد عندنا المايكرو سيركيليشنز دي خالص. ايه بقى اللي بيحصل عندنا في البريجنسي بالظبط بيعمل عندنا الهايبر كواجيلابل ستيت ده، تمام؟ احنا في الاول الهايبر كواجيلابل ستيت دي معموله لسبب معين، مش عندنا كده، مش معموله كده بشكل عشوائي ولا بسبب باثولوجيكال، هي معموله بغرض معين ان هي ايه؟ تتحكم في البليدنج عند البريزنتال بيب فيسلز بعد ما بعد الدليفري. يعني احنا كنا قلنا من كام ورقه كده كنا قلنا ان احنا بنبقى معتمدين على حاجتين بعد ما يحصل اكسبانشن للبريزنتا عشان نقفل البليدنج بوينتس. معتمدين رقم واحد اهم حاجه على المايوميتريال كونتراكشن في الابر سيجمنت ان هو يقفل على بريدنج سايتس، ومعتمدين برضو بشكل جزئي بشكل اقل شويه على البلاد كواجيليشن، تمام؟ فعشان كده احنا عندنا في البريجنسي عندنا هايبر كواجيلابل ستيت. ده بقى حصل نتيجة ايه؟ ان احنا عندنا زيادة في الكودنج فاكتورز اللي هي المختلفة زي فاكتور 2 و5 و7 و8 و9 و10 و12 كلهم تقريبا. وان بقى عندنا كمان ان البلازما فايبرينوجين ليفل اللي هو التجلطات نفسها بقى بتبقى سيجنفيكنتلي انكريست. وبقى عندنا كمان سمول ديكريز في البريتلينج كاونت بسبب ان احنا عندنا لو جريد انترافاسكولار كاجريشن، فاحنا عندنا في استهلاك بشكل ده يعني جزء يعني للبريتلت كاونت، فهيبقى عندنا نقص شويه في عددهم، تمام؟ وبيبقى عندنا بقى كمان بقى اهم حاجه ان احنا كان عندنا الفايبرونيتك سيستم اللي هو بيكسر الفايبرين بالبلازمين ده، هيبقى عندنا في سبريشن دي هيبقى سبريست اثناء الحمل، تمام؟ واثناء الليبر اثناء الولاده عشان ما يتكسرش عندنا اي تجلطات ممكن نعملها واحنا بنحاول نقفل البريدنج سايت مكان البلاسنتال ادهيشن، تمام؟ بس ده بيرجع طبيعي بمجرد انتهاء الولاده. بقى في خلال ساعه واحده بس من الدليفري اوف البلاسينتا خلاص كده عملنا بلاسينتا سيباريشن، انفصلت خلاص بعد ما الطفله ولد وخرجت عندنا الفاجينا وحصل عندنا الكونتراكشن والريتراكشن في الابر سيجمنت، وبقى عندنا كان كوجريشن مكان بريدنج سايتس وقفلناها خلاص كده حللنا كلنا مشاكلنا ووردنا الطفل 100 100. في خلال ساعه بقى ايه؟ هترجع بقى الفيرمنتيك اكتيفيتي تشتغل عادي جدا مفيش اي مشكله، بسبب ان مصدر البلازمينوجين انهبيتور الاساسي اللي كان عامل لنا انهبيشن ان احنا نصنع البلازمين ده كان اصلا مصدر البلازمين اللي احنا خلصنا منه.
فلذلك مبقاش في حاجه خلاص بتمنع تحويل بلازموجين الى بلازمين، فهيطلع عندنا بلازم بعد كده ويشتغل فايبرين ويعمل عندنا الفايبرين سبليت برودكتس. تمام. ايه بقى الحاجات بقى اللي ممكن تحصل اثناء فتره الحمل اللي ممكن تعمل تريجرنج لمشكله زي الديسيميتري انترفاسكولار كارديوجرافي؟ ممكن مثلا اندوثيليال انجري بسبب مشكله زي البري اكلامسيا، دي طبعا كانت معتمده بشكل كبير جدا على الفاسو سبازم اللي بيحصل في الاندوثيليوم، وبالتالي طبعا الاندوثيليال سيل انجري، وان هي تحصل لها في الاخر رابشر. تمام. والمرحله الاعلى طبعا بتاعتها اللي هي الاكلامسيا والهالب سندروم اللي هي كانت عباره عن عندنا في هيموليسيس، كان عندنا في عباره عن لو ليفر انزيمز، كان في عندنا ان هو لو بليتليت كاونتس، كان عندنا كل المشاكل دي طبعا كانت بتساعد على ان احنا يحصل عندنا الديسبيري اندرافاسكولار كوكلوباثي. عندنا ايه كمان برضه؟ سبتسيميا في الدم كله مثلا نتيجه سبتيك ابورشن، فحصل عندنا انفكشن. تمام. طبعا هو الكريمنال ابورشن بالذات يعني. كوريو امنيونايتس عندنا في انفكشن برضه، عمل انفكشن في الكوريون وفي الامنيون في الممبرينز كلها. بايلونيفرايتس اللي هو عباره عن كيدني انفكشن برضه. وهايبوفوليميا نتيجه طبعا بيجي كتير جدا نتيجه بقى ايا كان بقى السبب ايه، ان احنا عندنا ما عندنا لو بلاد فوليوم في الحاله اللي هي حامل دي. حاجات بقى ممكن تعمل ريليس اوف الثرومبوبلاست، احد الحاجات اللي بيعمل عندنا كواجيليشن. زي ايه؟ زي ان احنا عندنا امنوتيك فلويد امبوليزم، ان احنا اثناء الولاده حصل عندنا بقى في اختلاط بين الامنوتيك فلويد وبين الماترنال سيكريشن، فدخل عندنا فلويد عمل عندنا بعد امبولاي لاورجنز بعيده او حتى للماترنال سيكريشن الرئيسيه. ان احنا عندنا برضو ديد فيتس سيندروم، ان احنا عندنا فيتس متوفي انتراكتوراين، او ان احنا عندنا ابرابشيو بس انت زي ما شفناها قبل كده، او هياتي فورم مول، او سيزيريان سكشن. تمام. او انترا امنيوتيك هايبرتونيك سلاين. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن احد الطرق اللي بنعمل بيها ممكن ابورشن. تمام. ان احنا عباره عن ايه؟ بنحقن او بنعمل يعني انستليشن لسلاين جوه الامنيوتيك ساك، فاحنا كده بنغير من تكوين الامنيوتيك فلويد، فده بيؤدي الى ابورشن. ده احد طرق الابورشن ممكن يعمل عندنا ليس ثرومبوبلاستين. ده غير طبعا ان اثناء الثرومبوبلاستين ده كان بيزيد لان هو مصدره اصلا الامنيوتيك فلويد، فاحنا كده دمرنا الدنيا زياده، فهيطلع عندنا زياده في الثرومبوبلاستين ده يعمل عندنا الدي اي سي، وبرده الشوك عندنا برده نتيجه سيفير هيموريدج. وفي حاجات بقى بتعمل ريليس اوف فوسفوليبيدز برده بتساعد عندنا في زياده الكواجريشن. زي ايه؟ زي الفيتو ماترنال بليد، ان احنا عندنا نزيف من الفيتس ومن الام الاثنين مع بعض، او ان احنا نقلنا دم مثلا غلط للام فعملنا مشكله مع حياة. اكيد طبعا هنعمل تغلطات انكومباتبل بلاد ترانسفيوشن، فصيله مختلفه بقى اي بي او او مثلا ار اتش بوزيتيف او نيجاتيف كمان اخذناهم غلط، وهيموليسيس ان احنا عندنا طبعا في الدم كله عندنا في السيوله في الدم عاليه جدا. طب ازاي بقى في البيزنت الابرشن بالتهيب بس عندنا الدي اي سي؟ زي ما قلنا قبل كده، تمام، بيكون عندنا تيشو دامج في الاول، تمام، بعد كده هو بيطلع عندنا بقى ثرومبوبلاست عايز يعمل كواجيليشن، فاحنا عندنا اساسا كده كده الجسم قلنا بيتخض، فبيعمل ريكروتمنت لكل ثرومبوبلاست في الجسم كله، فاحنا بيحصل عندنا ديبليشن اوف الفايبروجين اللي احنا استهلكناه كله في امور تافهه، ده راح الليفر وراح الكدني عمل تغلطات ويعني وسبب المشكله الرئيسيه يعني بسبب الخض ان هو ما عرفش يتعامل يعني في وقتها كان متوتر ولا كان ايه يعني، فبقى عندنا ديفكتيف كواجيليشن اوف البلاد في المكان اللي هو المهم عندنا. تمام. فده هيعمل عندنا تندسي تو هيموريدج، ان احنا مش عارفين نتحكم في البريدنج اللي هو الريترو بسنتر اللي احنا عندنا في بسنتر ابربشن. والناحيه الثانيه برضو ان احنا عندنا بلازمينوجين اكتيفيتورز، تمام، بسبب ان احنا عندنا ان هو البسنتر نفسها حصل لها سيبريشن، فهي كانت المفروض ان هي كانت بتطلع زي ما قلنا بلازمينوجين انهبيتور، ما بقاش بيطلع عندنا خلاص، فاحنا بقى عندنا في بلازمينوجين اكتيفيتور هتزود تصنيع البلازمينوجين الى بلازمين، يبقى عندنا بلازمين فورميشن. فده طبعا عباره عن ايه؟ ده عباره عن فايبروتيك سيستم، يعني مش بس احنا عندنا نقص في تكوين الجرافات، لا ده هو كمان هيكسرها زياده، كمان هيسوي المشكله زياده، يعمل لنا فايبرونايسيس، فيعمل لنا كمان ديجريشن برودكتس، فده هيزود الهيمولوجز اكتر واكتر. تمام. فاحنا عندنا الفايبرونوجين مع البروكراجلنس استهلكناهم كلهم في الكلوت، خلاص حاولنا نسد على قد ما نقدر في الريبريزنتال هيمولوجز، وفي نفس الوقت ضيعناهم في ان احنا ايه، عملنا ريكروتمنت للكواجريشن فاكتورز كلها في الجسم كله، وكوننا جرادات في اماكن كانت سريعه ما فيهاش مشاكل زي في الليفر وزي في الكيدني. تمام. حاجه اسمها كونسامتيف كوكولوجي، ان احنا عباره عن ايه، استهلكنا كل المنتجات اللي عندنا. فاحنا بقى عندنا بعد ما اتكونت عندنا الكلوت الكي اللي هي الريتروسنتر دي، بقى عندنا فيها ثرومبوبلاستين، ده هيدخل هيوصل عندنا لحد الماتيرنال سيركيليشن عن طريق بقى ان هو هيعدي عن طريق الدامج للسيديو وعن طريق الترايا ماسكريبشن، بالذات لو كان عندنا اللي هو الكونسيل بريدنج تايب، ان هو هيعدي الدم يعمل انترفيزيشن بين المسل باندز ويخش للسيركيليشن عن طريقها.
فده هيخش الجسم الثرومبوبلاستين ده هيعمل تغلوات في الجسم كله زي ما قلنا ماسيف اكتيفيشن اوف الكاجيشن باثوي في الجسم كله. فالجسم مش هيسكت برضه الحوار ده، هو شايف الجسم عمال ايه صنع تغلطات، فهيشتغل عندنا بقى ايه البلازما فايبرينوليتيك سيستم، ان هو هيصنع عندنا بقى البلازمين اللي هم دول تمام عشان بقى يعمل فايبرينوليسيس يكسر الفايبرين اللي اتكون عندنا في الجسم كله ده. فاحنا بقى عندنا الثرومبوبلاستين ده شغال عندنا اثنين ميكانيزم، ميكانيزم الكواجليشن وميكانيزم الفايبرينوليسيس تمام. فاحنا عندنا الاثنين دول شغالين طحن في بعض، يقدروا ايه ده يكون تغلطات وده يكسرها لحد ما عندنا فول كونسامشن اوف الكواجليشن فاكتورز، كل الفاكتورز اللي عندنا الكواجليشن كلها تم استهلاكها وخلصت كلها على الكلام الفاضي ده. فاحنا عندنا اول كروطه هي متكونه فيها الثرومبوبلاستين، طبعا هي اساسا عشان الجسم يكونها الجسم استهلك كميات كبيره جدا، ان هو كميه النزيف اساسا كانت كبيره، فاحنا كان عندنا ديبليشن للفايبرينوجين والبليتلس والكوتنج فاكتورز الثانيه. دخل بقى ثرومبوبلاستين وصل للسيركيشن عن طريق الديسيدوا وعن طريق النيوتراين ماسكليتشر وعمل كواجيشن في الجسم كله، وكمان اشتغل عندنا الفايبرينوليتيك سيستم، فهم بعض الاثنين شغالين في بعض لحد بقى ما عندنا فول كونسامشن اوف الكواجيشن فاكتورز. فعلى زي ما قلنا بقى عندنا في الصوره دامج اليوترس والبلاسينتا، فهرب الثرومبوبلاست للسيركوليشن وحصل عندنا كمان بلازمينوجن اكتيفيشن، كل ده شغال ايه الاثنين شغالين طحنه في بعض فين في الجنرال سيركوليشن. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشرز، طبعا الاعراض باينه بناء على ايه؟ باينه على الهيمورج اللي هو عندنا من اماكن متفرقه، لان يعني احنا بقى عندنا مشكله في الكواجيشن فاكتورز، فبقى عندنا سيوله عاليه في الدم تمام، احنا استهلكناهم كلهم. قبل الدليفري هيبقى فيه شويه ساينز اوف بروزنج، شويه كدمات كده من اي خبطه بسطها هتعمل كدمه تمام. هيبقى عندنا prolonged bleeding عند injection sites، يعني لو جينا مثلا حقنا الست اللي هي الحامل دي قبل الولاده عملنا لها فينو بانكشر بانكشر في الفين او انترا ماسكولار حقنه عاديه جدا، هنلاقي في عندنا نقط كده نزيف مكان ال injection sites دي، ان بقى عندنا مشكله في الكواجريشن اللي كان بيحصل. عندنا gum bleeding، عندنا نزيف في اللثه بيحصل بشكل كبير جدا، او عندنا كمان hemorrhage من الجي اي تي ومن الهايبوتنشن تمام. بعد الولاده بقى هيحصل ايه؟ ممكن يبقى عندنا نزيف في اماكن زي ايه؟ ممكن طبعا يبقى عندنا نفس الاعراض اللي هي قبل الولاده، يبقى عندنا برضه بروزنج، عندنا نزيف من اللثه، نزيف من اي مكان فيه انجكشن سايت، الكلام ده كله تمام. فممكن يبقى عليهم زياده ايه بقى؟ يبقى عندنا بقى حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها بوست بارتر هيموريدج، نزيف ما بعد الولاده تمام. ده بالرغم ان احنا عندنا مسكريتشر سليم، يعني عندنا هارد والكونتراكتد يوترس، بس بقى عندنا كاجلوباثي جديده جدا فعملنا المشكله دي تمام. الهيموريدج غالبا بيحصل ساعه لاتنين بعد الدليفري، ولذلك بيسمى ببرايمري بوست بارتم هيموريدج، يبقى سكندري وبعد اكتر من 24 ساعه من الولاده، فساعه لاتنين بعد الولاده ده كده برايمري. بيكون مثلا بريدنج منين؟ ممكن من السوتشر سايت، لو كنا عملنا حاجه زي الابيزيوتومي ان احنا بنعمل انسيشن في البرينيوم علشان من عند الفورشات وتحت، يعني سواء ميديان او سواء ميديولاترال، علشان ايه نوسع الفيجنال اوبننج عشان نولد الرشوه الطفل تمام. فاحنا طبعا ده يعتبر انسيشن، فبالتالي عندنا مشكله في الكاجيشن، فهيبقى عندنا في بليدنج منه. او هيماتوما اتكونت في الابدومينال ووند، لو كنا عاملين سيزاريان سيكشن مكان بقى سواء بقى ابر سيجمنت او لور سيجمنت، او فورميشن اوف فالفال هيماتوما، تجمع دموي في الفالفا بتاعه الفاجينا، لو كنا عملنا نورمال فاجينال دليفري، بسبب طبعا احنا عندنا حصل ممكن رابشر للفيزز اللي هي موجوده عندنا كتير جدا في الفالفا، فبقى عندنا فالفا الهيماتوما. الكومبليكيشنز عندنا زي ايه؟ طبعا شوك، لان احنا عندنا نزيف ما بيوقفش خالص، فطبعا عندنا بافوليو عمال يقل بشكل كبير جدا، فيحصل عندنا شوك من كتر ما احنا خسرنا كميه دم كبيره جدا. مالتيبل اورجن فيلير تمام، وعندنا اكسانجويشن او عندنا فيتال هيمورج، هو كمان برده كفيتس هيبقى عنده برده هيمورج كبير جدا برده، وينتج عنه في الاخر دث، سواء بقى ممكن للام او سواء للفيتس. طب بنعمل انفستيجيشنز عامل ازاي؟ طبعا بنشوف الفايبرينوجين ليفل، احنا عندنا هنا نقص في الفايبرين، حاليا اقل من 150 ملي جرام برنس زي ما قلنا تمام، وده بيسمى بالهايبو فايبرينوجينيميا، ان هو كده قليل عن الطبيعي. اما بقى لو قل عن 50 بنعتبر ان هو خلاص بيخلص خلاص، فبنسميه افايبرينوجينيميا، ان هو شبه خلص خلاص. ممكن برضه فحص السيلز بالشكل الار بي سيز، نلاقي حاجه اسمها ام اي اتش تي اتش اي، او حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموتيك انيميا، نلاقي نوع من انواع الانيميا بالشكل ده، ان السيلز متكسره بالشكل ده عندنا هنا اهو، الار بي سي مش كامله اهي، متاكل منها اجزاء معينه. ونقيس برضه حاجه اسمها ثرومبين كلوتنج تايم، حليه طبعا زي لما الطبيعي اللي هو التي سي تي ده، بشويه حاجات ممكن نعملها لابوراتوري زي ايه مثلا؟ احنا مثلا هنلاقي انكريز بالثرومبين تايم، انكريز بارشال ثرومبوبلاستين تايم، ريديوس بليتلس كلها طبعا، وريديوس طبعا فايبرنشن كلها، دليل طبعا احنا عندنا مشكله في الكواجيليشن تمام.
ده طبعا ايه في السيمنتد كواجليشن، احنا عندنا طبعا مشكله كبيره جدا، كل الوقت اللي كنا بناخده عشان نعمل تجربات سرامبر وفايبرنجر والكلام ده كله هنلاقيه زايد، وكل المنتجات اللي كانت بتعمل عندنا كواجليشن هنلاقيها قلت عن الطبيعي في اللابراتوري انفستيجيشنز. احنا بقى عندنا اثنين فورمز من الدي اي سي، في عندنا اكيوت فورم وفي عندنا كرونيك فورم. الاكيوت ده لما يحصل صدر اكسبوجر او براد للبروكواجلانتس، تمام، زي كده مثلا التشو فاكتور او التشو ثرومبوبلاستين، فده هيعمل عندنا انترافاسكولار كواجليشن. زي ما قلنا كده لما كان بيحصل عندنا بليدنج مره واحده زي كده في بلاسنتال ابربشن، ده كده كان يعتبر احد انواع الاكيوت، ان هو الجسم ايه زي ما قلنا بيبقى كويكلي اوفر ويلم، بيتخض مره واحده من كميه النزيف دي، فيحصل اكتيفيشن للكواجليشن فاكتورز كلها، يحصل كومبنساتوري هيموستاتيك ميكانيزمز، تمام، فهينتج عنها ايه كونسنتريك كواجربت زي ما شفناها كده في ثرومبوبلاست لما كان بيروح للسيركيليشن فيعمل ضغوطات في الجسم كله، وبالتالي طبعا يشتغل بقى البلازمين بقى الناحيه الثانيه وتبدا حرب بينهم بقى في الماتيرنال سيركيليشن، فينتج عندنا بقى في الاخر هيموريدج. احنا عملنا ديبليشن لكل الكواجريشن فاكتورز في الموضوع ده، تمام. فاحنا طبعا قلنا كنا بنلاقي في اي لابوراتوري انفستيجيشن ان احنا بنلاقي increased prothrombin time, increased partial thromboplastin time, increased thrombin clotting time, reduced platelets, reduced fibrinogen، الحاجات دي كلها طبعا هنلاقيها، وفي الاخر طبعا بنلاقي طبعا organ failure نتيجه طبعا ايه الكواجريشن حصلت عندنا في الاورجنز، ونتيجه كمان ان احنا بقى عندنا بريدنج كتير جدا يخلي البلاد فلو للاورجنز دي قليل جدا فيحصل عندنا organ failure. على العكس الكرونيك بقى بيكون الجسم متعود عليه فعمل compensated state، بتحصل لما يكون الدم متعرض على طول، تمام، كونتينوسلي او على فترات متباعده برضو انترميتنتلي بشكل مستمر لكميات قليله من ايه التشو فاكتور اللي هو عندنا بالشكل ده، تمام، اللي هو بيعمل تريجرنج اساسا للكواجليشن. فاحنا عندنا الكومبنساتوري ميكانيزم سواء بقى في الليفر او في البون مارو مش بتكون اوفر ويلمد، مش بيكون في خض خاص، الجسم متعود على الوضع ده، فبالتالي لما نيجي مثلا نشوف نشخص نعمل كلينيكال انفستيجيشن او لابوراتوري انفستيجيشن ما بنلاقيش فايندنجز كتيره ان هي مثلا في عندنا وجود للدي اي سي خالص، تمام، بنيجي عندها عندنا ان الجسم متعود على الوضع ده. فاحنا بيكون عندنا يبان اكتر بقى الكورونيك ده في حالات ايه، بيبقى مور فريكوينتلي اوبزرفد في الناس اللي هي عندها سوليد تيومرز والناس اللي هي عندها لارج اورتيك انيرسم، ودول بقى اللي الناس اللي بيكون عندها ان هي كده كده عندها حاجات مزمنه، طبعا التيومر بيقعد بقى ياخد سنين طويله طبعا مكمل معاها، وطبعا الاورتيك انيرسم برده بياخد سنين طويله برده العمر كله ممكن، فبالتالي الحاجات دي بيبقى عندنا فيها كورونيك دي اي سي مكمل وبقى الجسم خلاص اتعود عليها وبقى كومبنسيتد ستيت. نتعامل ازاي بقى مع الحاله الاكيوت؟ اللي احنا كده معنى كده ان الحاله الكورونيك مش مشكله كبيره عندنا، الجسم اتعود، الاكيوت بقى هو اللي فيه مشكله كبيره. المانجمنت بنعمل فيه ايه؟ طبعا بندخلها العنايه المركزه، الانتنسف كير ادمشن لازم ندخلها طبعا، مهم جدا جدا ان هي طبعا ما ينفعش تتساب كده بره خلاص. بنعمل استابلايزيشن للبيشنت، نحاول نخلي حاجه تستقر شويه، بان احنا نعمل لها انت شوك ميجرز، نحاول نعمل كاونتر اكت للشوك اللي هي عندها ده. بنعمل لها ريبليسمنت ثيرابي لو عندها نقص دم، بننقل لها دم او بننقل لها كمان مشتقات الدم بلاي برودكتس، طبعا بقى زي بقى كل انواع البروتينز المختلفه وكل بقى البريتلس والكلام ده كله، مشتقات الدم كلها يعني. وبنعالج الكوز نفسه لو كان مثلا بسبب احنا عندنا مثلا بزنت الابربشن، فهنعمل يوتراين ايفاكويشن، هنفضي كل البحيرات اليوترس كلها بس ان احنا نقضي على سبب المشكله من الاساس. وطبعا هنتابع كل الفايتال ساينز بتاعتها وبتاع طبعا الفيتس بتاعها، بس هي بتاع الام بالذات يعني ده المهم عندنا، هي طبعا الهارت ريت والكلام ده كله والبريثنج والبلاد بريشر وكل الكلام ده. وهناسس وهندوكيمنت كميه الهيموريدج الاكستنت بتاعه والثرومبوز اللي في الجسم كله. وممكن بقى ندي لها كمان نوصف لها الهيبرين اللي هو يعتبر انتي كواجلنت، ممكن برضو يساعد ان هو يقلل شويه التقلبات في حاله الدي اي سي، بس ده يكون كونترفيرشال ان هو ممكن يكون ما بينفعش قوي ما بيفيدش قوي، بس برضو يعني احيانا بيتوصف للحالات دي. ده كده كان نهايه درس الانتي بارتم هيموريدج باقي الاربع اجزاء بتوعه. بدانا بالبلاسينتا بريفيا واخدنا ايه البلاسينتا الابربشن، واخدنا بعدها الفاسا بريفيا، وختمنا بالدي اي سي او الديسيميت انترافاسكولار كارديوباثي. شكرا جدا على حسن استماعكم، وانا اسف يعني للاطاله، وادينا اهو يعني شفنا جزئين ملغيين النهارده مرتين يعني من نفسنا بمعنى صح يعني، وربنا يسهل لنا في اللي جاي باذن الله. المحاضره اللي جايه باذن الله يعني استعدوا كده، هيئوا نفسكم كده بدنيا وذهنيا، هتكون اول محاضره ان شاء الله في كتاب الاوبستاتريكس فوليوم 2، يعني ربنا يستر علينا جميعا يعني وعليا برضه انا شخصيا، فباذن الله يعني انتظروا باذن الله يعني ان هي تكون ان شاء الله تكون محاضره كويسه وتوضح بالذات اول محاضرتين من الكتاب ده، لان كتاب الفوليوم 2 كله هيكون معتمد فهمه
على اول محاضرتين، اللي هيفهمهم كويس هيفهم الكتاب كله تقريبا يعني، واللي للاسف هيتعثر فيهم هيواجه الصعوبه بان هو يفهم باقي الاجزاء كلها. فانا متشكر جدا لحسن استماعكم، دي نهايه محاضره النهارده، شكرا جزيلا والسلام عليكم.